بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة من ليالي القرآن الكريم نعيشها في هذا البيت العامر بالقرآن الكريم، وهذا الاجتماع إنما هو اجتماع لتكريم أهل القرآن الكريم في شخص فضيلة الأستاذ الشيخ القارئ الجليل الشيخ مصطفى إسماعيل. ولا شك أيها الإخوة المؤمنون أن تكريم أهل القرآن الكريم واجب يمليه علينا توجيه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل القرآن هم أهل الله تبارك وتعالى. والليلة حينما نجتمع لنكرم أهل القرآن الكريم في شخص رجل تلا القرآن منذ أكثر من 50 عاما وجاب به الآفاق في الشرق والغرب، وحملت موجات الإذاعة، حملت هذا الصوت الملائكي، حملته إلى كل مكان في أرض الإسلام وإلى كل مكان يعيش فيه مؤمن بالله تبارك وتعالى. هذا الرجل هو فضيلة الأستاذ الشيخ مصطفى إسماعيل، وتقليد طيب وكريم لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر الجزيل للحاج حسين محمد فرج، فهو رجل حريص على أن يجمع أشرطة القرآن الكريم، ولا يجمعها فحسب، وإنما هو أيضا حريص على أن يهدي هذه الأشرطة لكل من يطلبها بلا مقابل، بل يهديها وكله حماس. وحينما يعثر على شريط نادر من أشرطة القرآن الكريم لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل أو لأي قارئ من قراء القرآن الكريم، أجده يتصل بالإذاعة ويحاول أن ينقل الشريط على نسخة أخرى ويقدمها للإذاعة دون أجر أو جزاء، سوى أن تصل كلمات الله تبارك وتعالى إلى كل المسلمين في كل مكان من أرض الإسلام. وإذاعة القرآن الكريم مدينة للشيخ مصطفى إسماعيل بتسجيلاته النادرة، ونحن الآن نجري حصرا كاملا لكل تسجيلاته منذ 50ينات و60ينات و70ينات، وإن شاء الله نرجو أن يمد الله تبارك وتعالى في عمره. الإذاعة بإدارة التنسيق وإدارة شؤون القرآن وإذاعة القرآن الكريم والإدارة العامة للشؤون الدينية، وعلى رأسها الأخ الفاضل الزميل الدكتور كامل البوهي، كلنا نحرص جميعا على أن نقدم لمستمعي القرآن في كل مكان من أرض الإسلام أن نقدم لهم الجيد دائما وأبدا.
وفي الخميس الماضي كنا أنا وأخي الأستاذ عاطف مصطفى إسماعيل نستمع إلى تسجيل نادر لفضيلة الشيخ سجل منذ أكثر من 30 عاما في إذاعة الخارجية، ولا أخفي عليكم فيجري الحصر، حصر التسجيلات الخارجية ليستفيد منها برنامج من تسجيلاتنا الخارجية، ويستفيد منها برنامج السهرة القرآنية التي تذاع يوميا على موجات إذاعة القرآن الكريم في تمام 8:30 مساء وحتى 9:15. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك، وقبل أن نستمع إلى فضيلة الشيخ، وكنت قد أخذت موعدا مع فضيلته أن يحكي لمستمعي إذاعة القرآن الكريم ولمحبي القرآن في كل مكان من أرض الإسلام، أن يحكي لنا مسيرة النور ومسيرة مصاحبة آيات الله البينات على مدى العمر المديد الذي قضاه مرتلا مجودا للقرآن الكريم بإمتاع وتغذية نفوس وقلوب المؤمنين. كنت قد أخذت موعدا في يوم الثلاثاء القادم لتسجيل إحدى حلقات البرنامج الأسبوعي لقاء الجمعة، أسأله عن شيوخه وعن الذين تلقى عليهم أحكام التلاوة، عن أساتذته، عن الذين تأثر بهم إن كان هناك من تأثر بهم، وإن كنت أعلم أن فضيلة الشيخ يعتبر مدرسة ومدرسة جديدة، بل هو كلية من كليات القرآن الكريم، بل هو جامعة كما يقول الشيخ حسن عبد العال قاسم، فهو يعني له شخصيته المتميزة الفريدة. وأنا أيضا عند وعدي، فسوف أقوم بتسجيل لقاء الجمعة مع فضيلة الشيخ، وكان قد طلب أخي الأستاذ عاطف مصطفى إسماعيل أن يحضر معنا اللقاء ابن فضيلة المرحوم الشيخ محمد رفعت بعد أن سمع عن التسجيلات التي حصلت عليها إذاعة القرآن الكريم بالبحث والتقصي على 30 شريط، مدة كل شريط 45 دقيقة، من التسجيلات التي لم يسبق إذاعتها للشيخ محمد رفعت. طلب أن يحضر معنا هذا اللقاء الأستاذ حسين محمد رفعت، باعتبار أن الشيخ محمد رفعت يمثل مدرسة هو الآخر، أو يمثل جامعة من جامعات القرآن الكريم. أرجو الله تبارك وتعالى أن يجزي الشيخ عن القرآن وعن أمة القرآن وعن أمة الإسلام خير الجزاء. وقبل أن نستمع إلى كلمة الشيخ معنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة، أخي وزميلي الأستاذ الدكتور كامل البوهي، مدير عام إذاعة القرآن الكريم والمدير العام للشؤون الدينية بالإذاعة، أرجو باسم إخوتي الذين تجمعوا في هذا الحفل القرآني لتكريم قراء القرآن الكريم في شخص فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ مصطفى إسماعيل، أرجو أن نستمع إليه، وأرجو أن ترى تسجيلات فضيلة الشيخ، ونحن حريصون على أن تظهر هذه التسجيلات لكي يتأثر بها الأجيال القادمة من قراء القرآن الكريم في جمهورية مصر العربية. نحن لا نقصد الإمتاع، وإن كان هذا هدف من أهدافنا، وإنما نقصد أن نربي أجيالا تردد وترتل وتجود القرآن الكريم بطريقته الفريدة وبأسلوبه المتميز، أسلوب الإحساس حين يؤدي التلاوة القرآنية، يؤديها بإحساس يؤثر في المستمع. هذه التسجيلات سوف تحصر، وسوف ترى الطريق إلى موجات إذاعة القرآن الكريم، الموجات الطهور، لكي تسمع إن شاء الله في القريب العاجل. وأرجو أن نستمع قبل أن نستمع إلى كلمة فضيلة
الشيخ مصطفى إسماعيل إلى كلمة فضيلة الدكتور كامل البوهي مدير إذاعة القرآن الكريم ومدير عام الشؤون الدينية بالإذاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد قلت مرة في كلمة إذاعية إني قرأت القرآن وفهمته. حينما قرأت القرآن وفهمته عجبت كيف كنت أحيا من قبل. وكنت أريد بهذه الكلمة أنني عجبت هل كنت قبل ذلك أحيا حياة حقيقية. وقد علق على ذلك أحد المستمعين بما لم أكن أقصد، فأرسل يقول: يعني أنت زعمت أنك فهمت القرآن وهذا شيء يعني فوق ال يعني ليس معقولا أن يفهم أحد القرآن الكريم كله، يعني أنت تفهم على قدر ما تستطيع، ولكن أن تزعم أنك قرأت القرآن وفهمته فهذا شيء يعني مبالغة. أنا لم أكن أقصد أن أفتخر بأني فهمت القرآن الكريم، ولكن كنت أقصد أن من يقرأ القرآن ويفهمه سوف يتذوق وسوف يشعر وكيف يعرف وسوف يعرف أنه كان قبل ذلك ليس حيا حياة حقيقية. هذا هو الذي كنت أقصده. وفي الحق أنني ولعلي أكون قد قلت ذلك مرة هنا، أنني أعجب لموقف المسلمين المعاصرين من القرآن الكريم. وقد علقت على ذلك أيضا بأننا لو تصورنا اليهود وقد بقيت لهم معجزة موسى مثلا، لو تصورنا أن موسى قد مات وترك عصاه تفعل فعلها وتأثيرها، تضرب البحر فينشق 12 طريقة، تضرب الحجر فيتفجر منه الماء، ماذا كان يفعل اليهود بهذا؟ لو حدث ذلك وهو افتراض خيالي لطافوا الدنيا بهذه العصا، لهللوا وقالوا: هذه عصا، هذه معجزة نبينا، نفعل بها كذا وكذا. كانوا يحكمون العالم بهذه المعجزة، ولكن موسى قد مات وماتت معه معجزته وماتت معه عصاه، وكل الأنبياء قد ماتوا وماتت معهم معجزاتهم، إلا معجزة واحدة هي المعجزة الخالدة، هي القرآن الكريم. معجزة نبينا وحده هي التي بقيت في العالم كله. فماذا فعلنا بها؟ هل طفنا بها الدنيا نؤكد وهي معجزة نضرب بها بحور الظلمات فتنشق طرقا من النور، نضرب بها صخور القلوب فيتفجر منها الإيمان؟ أيها الإخوة، إن الوحيدين الذين يقومون بهذه المهمة، بمهمة نشر القرآن الكريم على الدنيا كلها، على الملأ الأعلى وعلى أهل الأرض والسماء، هم قراء القرآن الكريم. إنهم يحملون هذه المعجزة، يطوفون بها الأرض بأجسامهم في أسفارهم وبأصواتهم التي تملأ الآفاق والتي تملأ القلوب. إنهم يقومون بهذه الرسالة في إيمان. أيها الإخوة، التحية أكرم التحية لقراء القرآن الكريم، والتحية أكرم التحية لشيخهم، لأستاذهم الذي يعترف له الجميع بأنه شيخهم وأستاذهم.
أيها الإخوة، وإذا كان الأخ عبد الخالق قد أثار موضوعا وهو أننا سنبدأ، وهذا متأخر جدا، في البحث وإنقاذ هذا التراث لنفض الغبار عنه ليرى النور، فإن ذلك لو تم، وأنا أكلف به الأستاذ عبد الخالق شخصيا لأنه كان موكولا إلى شخص آخر لم يقم به، إن ذلك لو تم سيكون مرحلة، خطوة، مرحلة جديدة من مراحل تطوير إذاعة القرآن الكريم، أن نجد تسجيلات سمعت مرة وخزنها أحد الموظفين في كهوف النسيان، أن نعثر على هذه التسجيلات وأن نقدمها في موعد ثابت من إذاعة القرآن الكريم، سيكون ذلك خطوة جديدة، مرحلة جديدة من مراحل تطوير إذاعة القرآن الكريم. ولعل هذا التأخير وإن كان يؤلمنا، لعله كان مقدرا ليبدأ هذا الصوت الملائكي، ليبدأ مع تقوية موجات المحطة حتى تسمع في أرجاء الأرض، حتى يتردد صوت القرآن في آفاق الدنيا كلها إن شاء الله، والله ولي التوفيق، وبارك الله لنا في شيخنا الشيخ مصطفى إسماعيل، وأطال الله حياته وأدام الله توفيقه، وصوته الذي ينطلق إلى قلوب المؤمنين فيزداد إيمانا على إيمانهم. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا دائما لما فيه الخير، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يعني أشهد الله وأشهدكم أني قد قبلت التكليف بالبحث في مكتبة الإذاعة عن تسجيلات فضيلة الشيخ وتبويبها وترتيبها وتحديد موعد لإذاعتها في موعد ثابت بمشيئة الرحمن، وكم أكون سعيدا حينما نقلنا الشريط الأول للإذاعة الخارجية الأولى لفضيلة الشيخ، وكان في رحاب مسجد مولاي الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في سورة الحج، أول إذاعة خارجية للشيخ. وحينما يزاع هذا الشريط يتصل بنا الكثيرون من مستمعي إذاعة القرآن الكريم ومن محبي الاستماع إلى القرآن الكريم، وقد استمعنا اليوم في برنامج لقاء الجمعة إلى رأي فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الستار الجواري وزير الأوقاف العراقي، وقال إنني كنت في هذا التسجيل، كنت من المستمعين إلى هذه الإذاعة الخارجية في مسجد الإمام الحسين يوم أن كان يقرأ الشيخ سورة الحج منذ عام 1945. حقا حينما نقدم للإخوة المستمعين هذه التسجيلات الجيدة والنادرة نكون في غاية السعادة وفي غاية السرور، لكن هو حقيقة إمكانيات إذاعة القرآن الكريم البشرية وإمكانياتها المادية هي التي حالت دون التحرك لتقديم شركة الحاج فضيلة الحاج حسين علم ان شريط سورة الحج وضع على البرنامج ليزاع في مساء يوم الاثنين القادم ان شاء الله على موجة اذاعة القرآن الكريم. هذا الشريط هو اول اذاعة خارجية لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل ومدته 45 دقيقة، للغويين تسجيل مدته 45 دقيقة
وهيتذاع على موجة إذاعة القرآن الكريم الساعة 8:30 في مساء يوم الاثنين القادم بمشيئة الرحمن. أخي وزميلي الأستاذ عبد البديع قمحاوي رفيق من رفقاء الجهاد وأخ عزيز ينضم إلى أسرة إذاعة القرآن الكريم في برنامج الفاتحة أم الكتاب، وحضر معنا هذا الحفل حفل تكريم فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، أو بالأحرى حفل تكريم القرآن قراء القرآن الكريم في شخص الشيخ الجليل الشيخ مصطفى إسماعيل، وهو أمير القراء كما أن شوقي أمير الشعراء فهو أيضا أمير القراء. الأستاذ عبد البديع القمحاوي الكاتب الإذاعي المعروف مقدم برنامج الفاتحة أم الكتاب، برنامج تعليمي نقصد به ونهدف به أن نمحو أمية المسلم الكتابية عن طريق الفاتحة أم الكتاب، والتي يحفظها كل مسلم ويحفظها ويرددها في صلاته أكثر من 20 مرة في اليوم. أبى أن يشارك بكلمة في حفل تكريم فضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، للمرة الثانية يسعدني الحظ بأن ألتقي في هذا المكان المبارك، والحق أقول أنا في المرة الأولى كانت سعادة، وفي تلك المرة كان تأكيد للسعادة. لماذا؟ لكل عصر سمات وعلامات، وهذه السمات والعلامات تتحدد حينما يكون أهل الخير يريدون للطريق وللنور أن يسود، أو حينما يكون أهل العبث وضد الخير يريدون للظلام أن ينطفئ. هذا التجمع الذي نحن فيه له محوران. الأول، رجل اختاره الله، والله يختار. هناك من يمده بالصحة والعافية، وهناك من يعطيه المال والبنون، وهناك من ييسره أن يكون قناة من قنوات توصيل كلمته للناس. سبحان رب العزة حينما يختار. لا جمال صوت هو الذي يجعل الإنسان مسخرا لكلمة الله، ولا قدرة على الأداء هي التي تجعل الإنسان مسخرا لأمر الله، ولكن الله هو الذي يختار. الذي أراه الآن، نحن نعيد الأمر إلى نصابه. كان يؤرخ من قبل لمشاهير الرجال البارزين بمدى قربهم أو بعدهم عن كلمة الله. كل الطبقات في الكتب والموسوعات الإسلامية يتحدثون عن القراء أو الفقهاء أو العلماء، ونجد قارئا من القراء التاريخ يحتفظ به ويهمل الحكام والملوك. إذن نحن نعيد الأمر إلى نصابه. هذا التجمع البسيط في عدده الكبير في معناه حينما يلتف لكي يأتي كما قال الأخ عبد الخالق بأمير قراء عصره، لكي يقول له يا أيها الأمير جزاك الله الخير عما فعلت معنا. السعادة لنا ونحن قد شاركنا في الإصلاح، شاركنا في جعل الطريق يسير إلى الناحية السليمة. الفن قد اختلف معناه في هذا العصر. الله أسماؤه الحسنى كلمة فنان تقصر على أنه نعطيها لله جل وعلا، فهو البديع. ولكن الفنان حينما الحمد لله، ولكن ننظر للقرآن حينما يضرب المثل يجعل العين تنظر إلى الثمر قبل أن يقول لنا رب العزة كلوا، قال انظروا إلى ثمري كيف أينع، أي أن النحل الجمالية لها
مقدرة ولها كيان ولها إبراز. إذن حامل القرآن حينما يرتله ترتيلا قد أدى لنا نحن وظيفة، لأنه قد قربنا إلى الله. وأنا قد رأيت الشيخ وهو يقابل الجماهير فإذ بها تأتلف خاشعة لكلمات الله. دعونا ونحن معنا المثقفين ومن لديهم القدرة على العمل، لما لا يكون منذ هذه الليلة جمعنا هذا بشكل ما، والأمر موكول إلى الحاج حسين فرج. وكنت قد قلتها للأخ عاطف مصطفى إسماعيل، قلت له ألا يوجد كتاب أو كتيب عن مولانا الشيخ مصطفى إسماعيل؟ أما قال لي والله لا. الله، ده احنا نجد بعض الفنانين الذين لهم اسم الفن خطأ، وتتصدى الأقلام والكتب والإعلام والصحافة لتجعلهم شيء حدث في هذا العصر. ماذا؟ كيف هذا؟ كيف يتأتى؟ إذن لما لا نعهد أنفسنا نحن الجمع الصغير أن نتم التكريم بالشيخ مصطفى إسماعيل كما أنه قد أتممناه بالحضور وبالسماع، نتمه بالمكتوب بالكتابة بالمطبوع. وأنا من أول الذين يتعهدوا بأن يكون في مقدمة السائرين في هذا. لماذا؟ لأن الكلمة المطبوعة هي الباقية، وأنتم تدركون سحرها الذي نسمعه عن صفات الناس وكيف كانت الطريقة وكيف وكيف. بذلك نجعل لأولادنا ذكرى ومنفعة لما يأتي من بعدنا من ناس. أيها الإخوة، بارك الله في جمعكم هذا، وبارك الله في ذلك الصوت الذي سماه والديه مصطفى. وقد كان مصطفى حينما اصطفاه الله لكي يكون قارئ أول من قراء القرآن، ليس في مصر فحسب، ليس في العالم العربي فحسب، بل في العالم الإسلامي. وهو يمتاز بالتواضع الجم، يمتاز بذلك الوجه البشوش كأنه أخ كبير أو والد حنون، ما رأيناه مثل الآخرين أو بعض الآخرين. لذلك فلندعو الله أن يثبته وأن يديم عمره، وأن ينفعنا معه بقرآن ربه، وأن يجعل تلك الأمة، هذه الأمة المصرية، كما كانت دائما زاخرة بالعلماء والقراء، يجعلها دائما هي منارة الإعلام الإسلامي. جعلكم الله ذخرا، وجعل القائمين بإذاعة القرآن الكريم ومرتليه وعلمائه من الذين يثيبهم الله خير الثواب. والسلام عليكم. الأستاذ عبد البديع قمحاوي من المتحمسين لأسلمة الإعلام، وأسلمت الإعلام تعبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، أن يأخذ الإعلام طريقه في أسلوب إسلامي قرآني، لا يتأثر بالمذاهب الوافدة التي تهدم ولا تبني. و في يوم الأربعاء الماضي تجمع حشد كبير في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه احتفاء بالذكرى السنوية للعيد 13 لإذاعة القرآن الكريم، وحضر في هذا الاحتفال الآلاف من محبي القرآن في جمهورية مصر العربية، بل ومن البلاد العربية والإسلامية. وكنا في هذا الاحتفال قد حشدنا له عدد كبير من كبار القراء في مصر، وكان المفروض أن يفتتح هذا الحفل الطيب المبارك فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، إلا أن الظروف حالت عن حضوره لهذا الاحتفال.
وأعلن في هذا الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الإسلام الدكتور عبد الحليم محمود، أعلن عن فتح اكتتاب لشراء أقوى محطة إرسال لإذاعة القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم الآن تذيع على موجتين متوسطتين، موجة أولى قوتها 37 كيلو، موجة تانية قوتها 100 كيلو. إذاعة الشرق الأوسط تذيع على موجة قوتها 500 كيلو، صوت العرب 500 كيلو، البرنامج العام أزيد من 500 كيلو، أم كلثوم موجة برضو أقوى من الموجات دي. الإمام الأكبر أراد أن يفتح اكتتاب يساهم فيه كل مسلم في بناء صرح لصوت القرآن الذي سينطلق من القاهرة بلد الأزهر، القاهرة بلد الألف مئذنة. وناشد المسلمين في كل مكان من أرجاء الأمة الإسلامية أن يتبرعوا لشراء هذه المحطة، ومحطة لإذاعة القرآن الكريم. نحن قد التقينا بالمسؤولين، والتقى الأخ الفاضل الدكتور كامل بوهي بالمسؤولين عن الهندسة الإذاعية، وقرروا أنكم إذا أردتم أن تقيموا محطة لإذاعة القرآن الكريم لكي يغطي صوت هذه الإذاعة الأمة الإسلامية في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، ينبغي أن تكون هناك محطة أقوى من إذاعتي صوت العرب والبرنامج العام وإذاعة الشرق الأوسط. فاقترح أن يكون محطة إذاعة القرآن الكريم قوتها 1000 كيلو، يعني أقوى من الشرق الأوسط ب 500 كيلو، ودي بهذا تستطيع أنك تغطي بهذه الموجات مساحة الأمة العربية والأمة الإسلامية، بل وأمم الأرض جميعا كلها تسمع صوت إذاعة القرآن الكريم، بالإضافة إلى موجات قصيرة أخرى تغطي البلاد التي لا تسمع باللغة العربية، سوف نزيع إليها باللغات التي يتكلمون بها، نزيع إليهم القرآن باللغة العربية ثم نفسر لهم القرآن باللغة التي يتحدثون بها. وأعلن عن فتح الاكتتاب، وكانت مظاهرة حقيقة، كل من استمع إليها، وبالأمس كنت في ساحة الإمام العارف بالله سيدي أحمد البدوي بطنطا في احتفال الليلة الختامية، وألح علي جمهور الحاضرين في هذا المسجد الكبير أن أفتح باب التبرع ولو لمدة نصف ساعة، لكن العملية بدها تنظيم وترتيب، ونحن نعلم إخلاص الشعب المصري للإسلام وإخلاصه للقرآن. وقد افتتح فضيلة الإمام الأكبر صندوق لإذاعة القرآن الكريم بالعملة الحرة في المصرف العربي الدولي، وصندوق بالعملة المحلية سوف نعلن عنه في موجات إذاعة القرآن الكريم، ليتيسر للإخوة الحاضرين أو للإخوة الذين يرغبون في المساهمة في شراء أقوى محطة إرسال لإذاعة القرآن الكريم. هذه المقدمة أردت أن أقولها لأن الأخ الفاضل الأستاذ عاطف مصطفى إسماعيل أسر إلي أنني أعلن أني في هذا الاحتفال سأتبرع شخصيا بمبلغ 500 جنيه في صندوق دعم رسالة إذاعة القرآن الكريم، وأعلن أيضا أني سأتبرع باسم والدي ب 500 جنيه، وأنا أعلنها بناء على أن في هذا الإعلان دفع للآخرين إن تبدوا صدقات فنعم ماهي. فحياه الله وبارك لنا فيه وجزاه عن إذاعة القرآن الكريم وعن الإسلام خير الجزاء. بقي أن نستمع ونستمتع بحديث فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، ثم أن نستمتع أيضا بصوته الشجي، صوته الملائكي، نستمع إليه. وإن كنا كانت البداية كانت تنبغي أن تكون بالتلاوة القرآنية،
لكن الذي يشفع لنا أن فضيلة الشيخ ما جاء ليقرأ، وإنما جاء لضيف الشرف ليكون أميرا لهذا الحفل وأميرا لقراء جمهورية مصر، بل أميرا لقراء القرآن في كل مكان من أرض الإسلام. فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، أنا أجي هنا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا لست بخطيب، وأنا ما أعرفش أتكلم من اللغة اللي هي اللي بيتكلموا بها إخواننا دول، لأنهم بيتكلموا كلام كويس. أنا أكلمكم كلام كده، اللي أنتوا عايزين مني إيه دلوقتي؟ اللي أنتوا عايزين أقوله إيه؟ أولا أنا أشكر الأستاذ عبد الخالق عبد الوهاب نكون يعني اتكلم شوية في حقي وأيوه والراجل شكر فينا وبتاع وكذا كده، فأشكره جدا، وإن كنت أنا يعني بعتبر نفسي خادم لإخواني جميعا، أقسم بالله، وأنا بقسم بالله وعارف اليمين اللي بحلفه، أنا ما عندي أبدا أي واحد في إخواني إلا كلهم عندي زي أولادي، والكبير زي أخويا والكبير قوي زي والدي، وأنا بحبهم جدا. وبعدين أشكر الأستاذ الدكتور البوهي، يكون الراجل برضو اتكلم في حق آخر بالطيب، يعني كلمه بالطيب، ودول يعني شكروا فيا، وأنا يعني وإن كنت مانيش قد هذا. وأنا أقسم بالله ما جاني يوم في يوم من الأيام جه في مخيلي أو الشيطان ضحك علي وقال لي أنت كذا وأنت كذا، أبدا. وأقسم بالله أنا بقسم لكم وانتم شاهدين علي أمام الله، ما جه في يوم علي افتكرت في نفسي بأن أنا أحسن من زيد أو عبيد، إلا أني أنا بعتبر نفسي خادم للجميع، والمسألة بتاعت ربنا يعني مش كل واحد عاوز يعلي نفسه يعلي نفسه، مش بإيده، ده التعلية دي من الله سبحانه وتعالى. وبعدين أشكر الأخ الأستاذ عبد البديع، الرجل الأمير ده اللي قاعد يتكلم في حق آخر. أنت عايز تخلينا نجاس؟ أشكر أنا هعمل كتابة مولانا، هعمل كتابة، أهلا وسهلا حقيقة والله، خلاص ولحين نشترك سوا إن شاء الله. الموضوع يعني أنتوا عايزين تسمعوا مني تاريخ حياتي ولا عايزين تسمعوا؟ نسمع كويس. وأشكر من صميم قلبي الأستاذ حسين فرج والحج حسين فرج وحسين بيك فرج، الرجل الرجل الطيب الأمير اللي محب الأهل القرآن، محب الأهل القرآن والله بحبه بإخلاص من قلبي، ما في واحد يعني تملك في قلبي قد هذا الرجل، لأني أنا أحب الناس اللي هم محبين لأهل القرآن، لأن ما فيش حاجة في الدنيا فضلة غير أهل القرآن والقرآن الكريم، ما تقولوش بأن بنعظم في نفسنا يعني ولا حاجة، هي كده. وبعدين أنا يا سيدي نشأت في قرية اسمها ميت غزال، ميت غزال مركز الصنطة، مديرية الغربية، كان زمان مديرية، وأنا بتكلم عن زمان كويس كده. وبعدين تعلمت القرآن على في مكتب سيدنا الشيخ عبد الرحمن، سيدنا الشيخ عبد الرحمن أبو العينين رحمة الله عليه، كان رجل من أولياء، ولا عرفش بأنه من الأولياء إلا لما كبرت وفهمت إيه أحوال سيدنا، وإيه كان بيتكلم سيدنا، وإيه كانت عيشته مع زوجته وأولاده،
فهمت بأن هذا الرجل من أولياء الله، كان رجل بركة. فحفظت عنده شوية تقريبا، يعني تعلمت ألف بيت دي عنده، وتعلمت أكتب وتعلمت أقرأ، حفظت شوية زي ربع القرآن. وبعدين طلعت من عنده، رحت في مكتب سيدنا الشيخ عبد الله، سيدنا الشيخ شحاتة غنيم رحمة الله عليه رقم، برضو في غزال. ايوه قعدت وياه شويه في غزال برضو، قعدت عنده شويه لان كان سيدنا مرض ده السبب، ورحت عند بقى سيدنا دي. فلما سيدنا ده خف وبقى كويس انتقلت عنده، لان كانت المكتب قريب من البيت كويس. فحفظت القران عندهم في البلد. وبعدين يا سيدي رحت في الاخر عند واحد اسمه سيدنا الشيخ عبد الرحمن، سيدنا الشيخ ايه الغرض في ميت غزال، في ميت غزال قالت واحد الغرض سيدنا الشيخ، يا رب ذكرنا باسمه عشان ندعي له بخير، سيدنا الشيخ النجار مش عارف ايه كده الغرض يعني، لو افتكرته اللي هقوله. فجود لي القرآن، وبعد ما خلصت تجويد ده كان ده عامل لنا فلكة في البيت، الفلكة شكل تاني، فلكة عبارة عن مسمار عامله في العمالة بتاعت المباني، كانت الكتاب موش متبيض، العمالة كده رابط فيه مسمار جامد وعامل لنا فيه بتاع كده، ويحط الصابع الكبير في الخرم في البتاع ده ويزر، واللي يغلط يديله. ده كان له فضل كبير علينا رحمة الله عليهم جميعا. طب رأي فضيلتك في الطريقة دي، ضرب سيدنا لقارئ القرآن ده إذا ما كانش فيه ضرب، وإذا ما كانش فيه ده، كان سيدنا مرة ركب فوقي وعضيني في كتفي نوم. والله ده تعليم بالعرض ده، ركب فوقي وعضيني في كتفي لغاية العضة ما خر الدم، وروح تجري وعيط لأمي الله يرحمها، قلت لها يا أما ده سيدنا عملت، جابت شوية تراب من الأرض كده ونعمتهم وحطتهم على كتفي، وقالت لي امشي عند سيدنا، امشي عند سيدنا. كان من غلبه، أنا قاعد عم أقرأ، كنت بغلط وكنت ما حفظتش اللوح أو حاجة زي كده، ما هو كنا نكتب اللوح لازم ويصححه سيدنا، نقرأ بعد ما نكتب اللوح يصححه ويقول لنا احفظوه بقى. كنا نغيب طول الليل صحيين في اللمبة نمرة خمسة كده، هو قاعد مقع عينيا لغاية ما أنا أحفظ اللوح، وأصبع الصبحية برضو أعيد عليه شوية، ونروح نسمع اللوح في اللي عند سيدنا، وبعد ما نخلص يقول لي حفظته خلاص، يكتب غيره، يقول لي اكتب غيره بقى من أول كذا إلى كذا. كان سن فضيلتك بعد ما تميت حفظ القرآن والتحقت بشيخ النجار للتجويد، كان سنه كام؟ كان سني أنا ولا سيدنا؟ كان سن فضيلتك كان بيك كتير 10 سنين أو 12 سنة، يعني أنا حفظت القرآن وأنا عندي 12 سنة. ومجودا بقى فضلت بقى من عندي بعد 12 سنة وأنا ماشي جودته كمان، رحت عندي إيه سيدنا الشيخ لا بعد النجار، ده نجار ميت غزال. لا لا ده خارج الشيخ اللي جودت عليه في ميت غزال برضو، ولا خارج ميت غزال؟ لا في ميت غزال، كله في ميت غزال. هو تعداد البلد دي يعني كبير قوي، يعني لدرجه فيها عندنا 10,000 نفس، 10,000 قريه، 10,000 نفس السنه. يعني ميت غزال كان فيها اكتفاء كاتب لتحفيظ القران، ايوه ثم علماء لتعليم احكام التلاوه القرانيه، كويس. ده سيدنا الشيخ ادريس فخر، ده اللي هو بقى الاخر. ايوه كويس. سيدنا الشيخ إدريس فاخر ده كان من العلماء، وما كانش بيقري حد، بس كان جدي في ذاك الوقت يعني كان راجل مشهور في البلد بأنه يعني بيحكم بين الناس بالحق ويتكلم كلمة الحق، وراجل ماشي دغري، ولا كان لا يكتب ولا يقرأ، بس كان لما يقعد مع واحد ويغلط يقول له لا ده سيدنا الشيخ بيقول كذا وكذا وكذا، هذا حرام عليك اوعى تعمل، كان بالشكل ده، وإذا جت قضية قدامه يحكم بالحق. فكان هو بقى له كلمة في البلد، فقال لي سيدنا الشيخ إدريس رحمة الله عليه اللي أنا بحكم عليه سيدنا الشيخ عبد الحميد النجار،
اللي هو الثاني سيدنا الشيخ محمد النجار اللي انا كان بيعمل لنا البتاع في رجلينا دي في الفلك. وبعدين رحت هناك عند سيدنا الشيخ ادريس. الناس قالوا لي سيدنا الشيخ ادريس ده راجل لا مش عارف، وهو زي ما تقول زي بقى كوماندا بقى في الاخر تفتيش. مسك لي القران من اول، بيتسمع جزئين في الاول وجزء من العشر الاخر، يعني مثلا اول البقره سيقول ولا تجادلوا، وبعدين تلك الرسل وكل الطعام، وبعدين ومن يقنط، وهكذا لما خلص اجي لحد هنا اكون خلصت القران ثلاثه اجزاء في اليوم. وكان ياخدني الغيط وياه ونروح نمشي، طول ما احنا ماشيين اقرا قران وانا ماشي، حتى ان اللي يقول له خش الزريبه حل البهايم وهو حل شويه وانا حل شويه ونمشي، وهو بقى قدام يبقى قدام وانا وراه عمال اقول له بسم الله الرحمن الرحيم كذا وكذا، وقول لي يا ولد انت غلطت ارجع تاني هات كذا، واحنا ماشيين في السكه. فكانت بركه، والناس دول كانوا بركه، انا بقعد افتكر الحاجات دي. فبنصر قدام وانا وراه عمال اقول له بسم الله الرحمن الرحيم كذا وكذا، وقول لي يا ولد انت غلطت ارجع تاني هات كذا، واحنا ماشيين في السكه. فكانت بركه، والناس دول كانوا بركه، انا بقعد افتكر الحاجات دي. فبنصر جدا لغايه في يوم من الايام ربنا رزقني بابنه اسمه الشيخ عبد الرافع رحمه الله عليه رخ. كان يقعد يبص لي كده وانا بسمع اضحك وهو يضحك، وتجينا بقى الشيطان يقعد يضحكنا، انا عمال اقرا ولوش انا اقعد اضحك، وقلت ايه انتوا ايه بتوع فريد؟ اطلع يا عبد الرافع اطلع فوق، يطلع فوق في سلم، انا قاعد بقى على سيدنا كده باب الباب، يقوم هو وهو فوق يجيب طوبه ويرميه، يعني بيقول لي انا اهو أو ما نضحك يقول يعني. أم هو خد بعضه تنه طالع قال يا حي حي مراته، هيت نعم، قال لها توصي بالعيال سلام عليكم، وخد بعضه تنه ماشي قاعد على البوابة، داره كان جوه كده. سيدي فايت قال له السلام عليكم يا سيدنا، قال له سلام الله، الواد فين انت سايب الواد؟ قال له يا أبا الحاج أنا طفشت منه خلاص، أنا غلبت غلب غلب. قال لي طيب تعالي، قال له روح موته وانا اجي وراك، موته وانا اجيب النحش. فجه قال يا حي، قلت له نعم، قال لي هات الفلكه، جابت عصايه وربط فيها الفلكه وحطيت رجل من رجلي وعبد الرافع رجل من رجله، اللي بيلوي على البتاعه دي تبقى بنت عمي متجوزه ابنه، تقوم هو لما يضرب شويه تقوم فكه شويه نقوم سلت رجليني ينزل عليك، تسيب الفلكه وتطلع تجري من عيالي وتيجي. ومراته الاخرى خالت حي الله يرحمها كانت برضه ايه يعني بالشكل ده، لغايه ما قلنا له معلش يا سيدنا تبنا الى الله ورجعنا الى الله. فكان في جامع على باب الشارع، لما اجي اسمع يقول عبد الرافع اقعد في الجامع ما تجيش الا لما اندهلك ابنه، ولما خلص يقول له اقعد في الجامع لغايه ما جي. الغرض خلصت القرآن الكريم تجويد وسمع لي ده يمكن 30 ختمة لغاية ما جه رمضان، واحنا كنا بنسهر عندنا رمضان في البيت بنسهر سيدنا وابنه العريف، فيجوا قعدنا نرقر، وبعدين جه سيدنا جه علي الربع سورة صاد فاكرها تماما، قالوا له اقرا سورة صاد، قلت لهم دي كبيرة وانا الحاوة ده رئيس سورة صاد، قريت شوية فيها ورتلت الباقي تجويدا. سيدنا بقى هنا انبسط قوي قال لي اسمع، قال له يا ابو الحاج، قال له نعم، قال لي انا عاوز منك طربوش وزعبوط ومركو، ما هو كانوا زمان يلبسوا المراكب دي، وعمة وجيب لي بتاع ده وخلاص. قال له حاضر صباحا، صباح الصبحية جاب له زعبوط وجاب له العمة وجاب له المركوب وبسطه وهيصه، ودي اللي كانت مكافأة سيدنا مفيش حاجة. وبعدين خلصت بقى، بعدين هو فيه واحد عيال في طنطا قريبني بس لا أذكره، فجه جدي قال لي تعالى يا مصطفى معايا أما نروح نشوف فلان مريض عند الدكتور فلان. طيب يلا ركبنا القطر ورحنا على طنطا ورحنا شفناها في العيادة، الظهر ادى، فقوم قالوا تعال نصلي يا ابن الظهر، كنا احنا شفنا الراجل بقى والسلام عليكم ومشينا.
تعال نصلي الظهر. روحنا نصلي الظهر، قال لي اقعد لسه الناس بتتركع، ما هو العياده جنب الجامع يا دوب على طول. قال لي اقرا عشر، قريت عشر، وبعدين الناس انبسطت. في واحد الجامع فضيلتك كان جامع السيد لا جامع اسمه جامع السيد حسين، السيد حسين اسمه جامع ايه، جامع عطيفي، جامع حسين عطيفي، جامع حسين بيه عطيفي، كويس، حسين بيه عطيفه، كان في ميدان الساعه كده عظيم. فكان كان سيدنا بقى هناك، كنت انا يعني لسه ما روحتش. المهم ما كانش سيدنا دي يعني لسه بقى كان بقى سيدنا، بس لسه انا رايح بقى ما اعرفش حد. قالت عشر، قام جه واحد اسمه الشيخ امين حنتيره، كان بيذاكر للعالميه في الدكه فوق. بعد ما خلصت العشر وصلينا، عليكم السلام ورحمه الله، وصلينا، جه قال له يابا الحاج، قال له نعم، قال له دي مين، قال له ده ابن ابني، قال له وانت قاعده في البلد بيعمل ايه؟ قلت له، قال له والله يا سيدي يا ما هو قاعد في البلد هيعمل ايه؟ ف يعني قال له لا ده ده يجي هنا وتخليه ينتسب في المعهد الاحمدي ويدرس علم على طول. قال له يا ابني اما اقول لك، قال له نعم، قال له اهو عندك اهو، قال له قوم بني روح الشيخ حنتيرة دي، وقمنا سوا جبنا قرنيك وملاه، قال لي العمده يمضي هنا ولا الشيخ البلد، وانت تعمل كذا وكذا وكذا. وبعدين يا سيدي مليت القرنيك، مليت القرنيك وجبته تاني يوم لسيدنا الشيخ امين، وراح ويا المعهد، وانت سبت في المعهد ومشينا. وبعدين يا سيدي مات واحد اسمه كان ايوه، سبتكم في الكلام، وانا لسه في طنطا وانا بتعلم وبجود على المشايخ اللي قلت لكم عليهم دول، كان كل ما يتم في البلد جدي يقول له روح اقرا، دعوك ما دعوكش روح اقرا. والفلاحين كانوا يعملوا صواني، الاهل الميتم يعملوا صواني وتروح يقعدوا ياكلوها هناك في البتاع ويتنهم قايمين صواني، يعني كده اكل وبتاع والمكبه ولازم منه وبتاع يروحهم. فكان جدي يقول لي لا تاكل عندهم ولا تاخد فلوس عندهم، بس روح اقرا وخلاص، وانا اللي هبعت لك الصينيه بس، وده كله رحمه الله عليه علشان يخليني اتدرب ويخليني امشي في الطريق بتاع القران ويعلمني. ودي حاجه كانت يعني من مكرمه منه. فكانت تجيني الصينيه وكان يحتم علي ان الصينيه بتاعتنا دي ياكل عليها المقرئين اللي هم وياي، ما اقعدش كل واحد مقرئ وهم ياكلوا صينيه، يقول له قعدتهم وياك وياكلوا وياك بالشكل ده، ما كانش يسيبني ولا ميتة. قام جه واحد، والميتم زمان كان ثلاث ايام مش ليله، ثلاث ايام الظهريه صينيه والمغرب صينيه، الظهريه صينيه والمغرب صينيه، وهكذا ثلاث ايام. فجه واحد قال لي جاهد عالي، قال لي تعال اقرا لحد لك فلوس. قلت له طيب. رحت ثلاث ايام بحالهم، الصينيه تطلع وتجيني برضو بتاعتكم من بيت. وبعدين قام جاي اداني 15 ساخ في الثلاث ايام، يعني الليله خمس ساخ. فرحت بهم قوي، انا ما بشوفهمش لاني انا ما بشيلش فلوس في جيبي، لا مطلوب مني لا اكل ولا اشرب ولا مطلوب مني حاجه ولا اشرب، انا بروح اكل واشرب وخلاص. فادوني 15 ساخ. وبعدين رحت لجدي قلت له يا جدي، قال لي نعم. قلت له ما هو جدي ده كان هو رئيس البيت، يعني كان رئيس البيت يعني. والدك في هذا الحين كان موجود؟ والدي كان موجود بس هو زي حالاتي، عاوز جلابيه انا ابويا الاخر عايز جلابيه. نظام زمان كده. نظام زمان كده يعني كانوا كده. اي نعم. وبعدين بصيت لقيت يا فندم 15 قرش، 15 قرش. رحت لجدي قلت له الراجل اداني 15 ساخ. قال لي طيب عايز تعمل بهم ايه؟ قلت له انا عارف. قال لي خليهم في جيبك كده اهو، خليهم بركه. وانت انا خدتهم ورحت اديتهم لامي. قلت لها يما 15 ساخ، ما انا ما فيش في الفلاحين حد بيصرف حاجه وانا ما فيش 15 ساخ اهم. قالت لي طيب شايلهم لك. قلت لها لما اجي اروح طنطا تبقى تديني خمس ساخ، بخمسه ساخ، بخمسه ساخ. هو خمس ساخ دي القطر كان بقرش ساخ، كان بثلاثه تعريفه رايح جاي.
وكنت اكل هناك بقرش ساغ بثلاثة ابيض، اكل رز وبطاطس ولحمه وهيص بثلاثة ابيض، يعني كان زمان كده. فروحت هناك. وبعدين الغرض نرجع تاني، لانه رحنا بقى عند الشيخ والتحقت بالجامع ومشيت في الجامع ده في المسجد الاحمدي. في المسجد الاحمدي ده كان تبع الازهر بقى. تبع الازهر طبعا. جامع الاحمدي كان هو ثالث جامع. الازهر كان الجامع الاحمدي، وجامع في اسكندريه، وجامع في دمياط، وجامع في دمنهور. هذه اللي كانت الجوامع كلها اللي هي كانت تبع للازهر، ما كانش غير كده. وبعدين يا سيدي بصيت لقيت هو جه بقى، بقيت امشي بقى سيدنا بقى اللي هو الاستاذ بتاعي يجي اخر الطلبه، كنت اروح اقرا في الجامع الاحمدي واحنا بيذاكروا. ما كنتش لما تخش السيد البدوي بعد صلاه العشاء ما تسمعش اللي جنبك من الطلبه قاعدين كده اهو ولاده زي خليه النحل، خليه النحل واكتر، ما تسمعش اللي جنبك. وبعدين كانوا قاعدوني بقى على الدكه بقى اخر الليل قبل الجامع ما يقفل ونطلع اقرا، وهم بقى هي ومش عارف ازاي واقرا بتاع. فيه ناس بقت تعرفني يعني، بقت تيجي تدعيني في ليله، لغايه ما رحت هناك في ليله وسيدنا الشيخ خدني قال لي الوليه دي عندها كذا وقرا لها عشر، قريت شويه قران وبتاع. وبعدين عشتنا انا وسيدنا الشيخ اللي هو كان الامام والخطيب بتاع الجامع بتاع وطفي بيه. وبعدين بقى قلت له سيدنا الشيخ ده ما ادتنيش حاجه، قال لي انت اتعشيت؟ هذه انت تعشي؟ قلت له بركة يا سيدة الحمد لله ومشينا. كانت ايام يا استاذ انا لن انساها ابدا، الايام دي ما انساهاش. وبعدين حبيت بقى السبب شهرتي، فيه واحد اسمه السيد حسين القصبي رحمة الله عليه، ده كان رجل عضو مجلس الشيوخ، وكان رجل يعتبر يعني من الهيئة بتاعت الغربية كلها، وكان يقولوا كل الناس كانت تقبل يده، السرايا بتاعته، سلام لك بتاع الضيوف، وشيء في طنطا كان مالوش نظير. يمكن يكون جد المحافظ الحالي، جده تماما. مات السيد حسين القصبي وانا قاعد في البيت اذاكر. ايوه لما مات جه ومات في اسطنبول، وجابوه في الباخره على اسكندريه، وقام به قطر مخصوص من اسكندريه الى طنطا. شوف بقى لما يقوم بالضيوف دي كلها، وشوف مركزه يكون ايه. كان يجي الامير باشا عمر باشا توسن والسيد كذا، يعني كان يجي له ناس كويسين. وبعدين يا سيدي قمت انا طلعت من ضمن اللي بيتفرجوا على القطر وهو جاي، وطنطا كلها يعني اللي كان عاوز يسرق طنطا من الداخل يخش يسرق زي ما هو عاوز، والبيوت مفتوحه، كل الناس طلعت تتفرج على الجثه دي وهي جايه بالقطر مخصوص، وانا من ضمن طلعت اتفرج، والعسكر كانت تضربنا ونطلع نجري. وبعدين انا قاعد بذاكر بين المغرب والعشاء في البيت، بصيت لقيت واحد جاي بيقول لي تعالى اكلم في بيت السيد حسين القصبي. قلت له عاوزني ليه؟ قال لي عاوزينك تقرا في الميتم. قلت له لا يا عم روح الله يفتح عليك. انا كنت اشوف الصوان على قد ما في السنه والعسكر واقفه والدنيا خاف. قال لي بقول لك قوم. خدني ورحنا، انا لابس جلابيه بصفره وطقيه ورايح. أم اللي يدعيني واحد اسمه الأستاذ عبد القادر، عبد القادر إيه المحامي اللي كان مشهور هناك دي؟ لا حسن عبد القادر. كان عندك 17. كان سن فضيلتك كام بقى؟ 17. كان سنة سنك يا أمير؟ لا كان عندي في الوقت ده برضو 17 سنة، لا 15 سنة أو 16 سنة. أي نعم. وبعدين يا سيدي رحت قالوا لي انت لابس كده ليه؟ ايه ده؟ عندكش ملابس تاني عمة تلبسها؟ تروح عندي. قال له روح البس تعالى. شيخ حسن ابو القادر رحمه الله عليه. رحت لبست الهدوم، كان جدي برضه مهيئ لي، كان لما كده هو جاب لي قفطان وجبه، لا قفطان وكاكولا وما فيش غيرهم. كويس. يعني هو جابهم لي كده قال لي البسهم ده لهم وقت ما يجي لك حاجه ولا محتاج. فلبست الفستان والكاكولا والامه ورحت. قالوا لي جدع اهو كده كويس، خش يا اقرا. قعدت اقرا. كان مدعو في الميتم مين؟ الشيخ حسن اللي كان من العلماء ده. حسن صبري. عليوي.
عم الشيخ حسن ايه عم الشيخ حسن صبح رحمة الله عليه، وكان واحد اسمه الشيخ سالم هزاع قراء. وكان يا سيدي لما انت بس دول اللي كانوا مدعوين في الميتم وصرادق كبير بقى صرادق لا قوة الا بالله في مكبرات صوت ولا لا ما كانش زمان حاجة انت طيب. قمت انا طلعت ارى العصرية التقيت الشيخ سالم هزاع بيقرأ، لما قرأ شوية ما نش شايف حد انا ولا اعرف لعم الشيخ حسن ولا اعرف غيره، الرجل خلص قمت طالع جنبه التقيت عم الشيخ حسن رحمة الله جايبه لي ايه ده انزلي انزل. اه اللي حصل والله قال لي انزل ايه ده شغل عيال ولا ايه انزل. قام جه واحد جري قال له يا شيخ حسن قال له نعم قال له ده مدعو في البيت وما صحش تعمل واكد راح قعد وانا ما شفتوش تعرف لو شفته ولقيته طالع هيرا كنت راح اقدمه برده لان انا من يومي ما احبش اعتدي على حد ابدا. ف طلع تقرا انما برتاش قرات شويه كده هو قمت طالع زي المدفع والغرض والسلام انبسطت الناس قوي وهيصوا قوي العصريه وهاصت قوي الناس. جه بقى الشيخ حسن قال لي جدع يا ولد جدع خالص. المهم جه وكان زمان 3 ايام برضو 3 ايام الميته، وبعدين تاني يوم برضو جابه وكان الشيخ حسن وعم الشيخ لا الشيخ حسن سلكوه اول ليله مشوه ورحت برضه بقى رغما عن اللي عمله ده ورحت وصلته للقطر. كان القطر بيقوم الساعه 1 تنيتني واقف على الرصيف انا هو لغايه ما وصلت طول معزمه من الشيخ يعني ما فيش حاجه. وبعدين تاني يوم جابوا بقى الشيخ سالم برضه كان موجود وجابوا يعني الشيخ السيسي رحمه الله عليه الشيخ محمد السيسي. دول كانوا من مشاهير كانوا من مشاهير قراء في ذاك الوقت ما كانوا هم اللي ذاك. عم الشيخ عبد الفتاح الشاي رحمه الله عليه كان في ميتم واحد اسمه يا سيدي لما انت ابو عامر بيه اللي هو لا احمد ابو عامر حماد بيه ابو عامر كويس حماد بيه ابو عامر اللي ابنه عبد الحميد ابو عامر اللي هو في شركه السكر الان كويس. كان توفى في يوم السيد حسين توفى على طول فجابوا عم الشرف بتاع الشاعي فيه وما كانش فاضي وما كانوا عايزين يجيبوه برضه الا ان بقى كان عم الشرف فتاح كان جه يعزي برضه اخر الليل وجت طنطن بقى له ده فيه ولد هنا بيقرا يا خبر اسود تعالى يا ولاد اسمع. وبعدين بقى ويجوا بيه وهي صولي قوي اقعد اقرا انا هي صولي. وبعدين غلط قول في الميتم خلص من هنا كان ميتم السيد حسين القصبي عباره عن بدايه التقديم وكان من جميع المديريات الصعيد ومديرية الغربية والمنوفية واسكندرية ومصر كلهم جايين يعزم. حتى كان في واحد اسمه ابو ستيد بيه ابو ستيد ده اللي كان بيلبس زعبوط وبلغة ده هو كان جه ولملوم باشا وصالح باشا لملوم وكان والصباحي وسعد باشا زغلول والامير محمد علي جه عزة وكانت شغلانة يعني خدت كان يا عم 10 جنيه لفتات ايام اه دي اتنقلت بقى من ال 15 ساغ الى نقله كبيره نكمل عم بشوف اما انا اقسمت يمين يعني احكي لكم الحق اللي زي ما حصل اين بعدين. المهم ان جم بقى في الاخر كده بعد يومين ثلاثه بعتوا لنا في السرايا وروحنا قالوا اتفضل 10 جنيه كان قبل منها ماتت ام السيد حسين القصبي ودعوا فيها الشيخ منصور بدر وكان فيه واحد اسمه الشيخ العقلة وكان الشيخ محمد ابو شرقاوي وعم الشيخ محمد عامر كانوا قراء ممتازين في ذاك الوقت وكانوا قراء حلوين قوي والشيخ عوض كان واحد اسمه الشيخ عوض يعني عاجز من اللي بتاع ده لا الشيخ عوض كان من طنطا كده وكان يقرأ حلو والله وكانوا كلهم قراء ممتازين. فطلع الشيخ اللي بتاع ده الشيخ منصور كان الشيخ العقلة بقى ما هي دي طريفة برضو أحكيها من غاز من دايما من الشيخ منصور بالدار
ليه؟ الشيخ منصور بدار كان فيه خصلة، لما يجي في ميتم عند الحسينة، ميتم عند جماعة حتحوت في شبين الكوم، من الجماعة الكبار كان يجيبوا الشيخ منصور، كان يجي يلاقي العقلة واحد اسمه الشيخ مصطفى الزيني، كان من منوفية، من لا من شنوان، كان يجي يقول لهم يلا سلكوهم يلا برا برا يلا خلاص ما دول، ساعة ما يوصل يقول سلكوهم يلا. فالشيخ العقلة من غاز من الشيخ منصور بالدار، فامتلك دي فرصة. الشيخ العقلة كان محبوب عند السيد حسين القصبي، لأنه كان يروح كل يوم الصبح يصطبح عنده في السرايا ويقرأ له شوية، كان السيد حسين يحبه وعنده عشم بقى. فطلع الشيخ العقلة يقرأ، أنا قاعد مستمع، يعني ما كنتش لسه لا معروف لا في طنطا ولا حاجة، بس قاعد مستمع، كنت طالب لسه وقاعد أستمع قرآن وقاعد جنب الدكة بتاع الشيخ منصور. طلع العقلة يقرأ، قال أعوذ بالله من الشيطان الرحيم، يا أيها الذين أمنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله الحجرات وبعدين مشي 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 لحد والله وبصير المطعم اسلام الرحمي قاف والقرآن المجيد، الناس هياصت وبتعمل العقلة، الشيخ منصور يهزله الدكة ده يقول له انزل يا أستاذ صدق الله العظيم انزل يا أستاذ، ويهزله الدكة ده والقاف والقرآن الله ينعل أبوك اللي كان بس قاف والقرآن المجيد، يوم الشيخ منصور يقول له مش عارف ايه وبتاع وايه، الشيخ العقلة الشيخ منصور يقول له اخلص يا أستاذ اختم اختم يا أستاذ، ما فيش فايدة، يقول له ينعل أبو أمك البيت وقاف والقرآن المجيد. تنو يقرأ العقلة لما حصل لما أنا قاعد مبسوط من الحكاية دي أو قاعد منسجم كده وبعدين بصيت لقيت السيد حسين لاحظ الموضوع، فبعت الشيخ العقلة قال له دول ضيوف عندنا يا شيخ عقلة، معلش انت ابن البيت وكذا وكذا، قال له طيب صدق الله العظيم. وطلع الشيخ منصور قوي، بس انا بقى ما كنت في ذاك الوقت لا ادري هو بيقوله ايه ولا بعيده ايه ما اعرفش. وبعدين يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، ويشاور على العقل ويشاور على العقل ويشاور على التانيين دول. انا بفتكر الكلام ده دلوقتي بقعد اضحك، يعني لو واحد دخل عليا وقلت انا بضحك لواحد يقول ده الشيخ هبل. انا بفتكر الكلام ده اقعد اضحك، بيجي في مخيلتي اقعد اضحك. وبعدين يقول الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وبعدين بقى قاعد يقرا الشيخ منصور هبل الناس في الحقيقه، كان قارئ كويس. وبعدين انا بصيت لقيته يعني طلع من النمل على الحجرات تاني، ومن الحجرات على قاف، ومن قاف على القمر، ومن القمر على الرحمن، وطلع على الحق. يا خبر اسود، ده في دور واحد ايوه، بس هو كان يقرا من كل سوره حبه من كل سوره حبه من كل سوره لا ما كانش زمان واحد يقرا ساعتين ابدا. اي نعم ابدا ساعتين، ساعتين دي ما فيش، بس هو كان يعني يقول لك شويه من دي من اول السوره كذا ومن اول السوره كذا. وبعدين لما جه الميتم ده بقى كان هو بتاع السيد حسين نفسه، راحوا دوروا على منصور ما التقوش او التقوش فاضي غلط، كان فيه ناس يعني عايزين يجيبوا محمد ندى كان لسه موجود برضو، لان السيد حسين مات سنه 26 27 حاجه زي كده. كويس. وبعدين بصيت لقيت يا فندم الناس بقى تدعيني في ليالي، ايوه انا خدت ال 10 جنيه ورحت لامي قلت لها يما انا جبت 10 جنيه، راحت جابت لي عجلتين شركه عندي جماعه كل عجله بخمسه جنيه، والعجله بقت تولد وتعمل بقوم كتير ما شاء الله، بقوم حاجه كويسه. وبعدين ستي توفت وتركت فدان ملك، والورثه خمسه واثنين بنات، كان اقطاع ما بقول لك الحكايه. لما ماتت ستي قالوا لحين نورث ايه وكل ده لحين كل واحد قراطين، قمت انا امي قالت لهم مصطفى يشتري الفدان، القراط كان باربعه جنيه 96 جنيه، من العجلتين دول لميت لي منهم 50، قالت لهم خدوا 50 من مصطفى ويبقى يجيب لكم الباقي يعني كده، قالوا زي بعته. ابويا طبعا يورث، قال لي الورث بتاعي لك، ما قال كده.
وبعدين الغرض يعني بقيت ايه كانت لي وياهم وياهم لغاية ما سددتهم بقيت صاحب فدان وبقيت صاحب فدان. الله ايوه نمشي وبعدين نمشي في القراءة وبعدين مشيت بقيت انتعي هنا 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 بقيت كويس خالص يعني بقيت انتعي هنا. وبعدين جوجي سيدنا الشيخ قال لي اسمع الشيخ منصور لا سيدنا الشيخ كان واحد اسمه سيدنا الشيخ مصطفى البرول كان من العلماء قال لي اسمع يا ابني قلت له نعم قال لي يا ابن العلم هو القرآن انت صوتك حلو لانه هو كان كل اخر درس يقول اقفل الباب وسيبه سيدنا الشيخ في المعهد يعني في المعهد من اساتذة نقفل الباب وبعدين يقول لي اقرا العشر بقى فاضل خمس دقائق على طلوع الحصه اقرا الخمس دقائق اقعد اقرا وكان يحط واحد يبص كده من الباب علشان المراقب لما يمر ما يلاقي ناس ساكتين بس وبعدين اقعد اقرا العشر كان يقول لي اسمع يا ولد انت واد صوتك حلو ربنا هيفتح عليك وانت هتبقى تاخد في الليله 5 جنيه روح اقرا قران انت قاعد تعمل لي ايه هنا روح يا شيخ ده انا قاعد عمال 30 يوم هو ب 3 جنيه يا ابني كان زمان العلب ب 3 جنيه الله قال له يا ابني انا باخد 3 جنيه الغرض بقيت كل ليله كده اروح فيها وبتاع لغايه ما اتشهرت في طنطا وبقيت اروح بورسعيد دمياط المنصوره لسه ما جيتش القاهره ابدا وبعدين جيت على بيت اروح اسكندريه برضو ده منهور وحكايات زي كده والناس بقى تيجي تدعيني انما الليله في طنطا كانت بكام يعني فكركم بخمسين قرش بخمسين قرش يجي الراجل يجي الراجل يديني 10 صاغ عربون واخر الليل 40 قرش انما كانت الميزه الوحيده اللي في طنطا كانوا ناس امراء كانوا لما يجي واحد ما هو كان اللي 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 البلاد اللي حوالين طنطا دي يعني بالركوبه يجي في ظرف 5 دقائق 10 دقائق او بالعربيه يجي في ظرف بتاع كان يقعدونا العصر بعد ساعات يعني يمكن يجي المغرب واحد يقول لي في ليله تعالى ما نروحها قالوا لما يلاقوني جاتني ليله ويجي الزبون في الليله وانا قاعد اقرا فيها يقوم اصحاب الليله في طنطا يقولوا له قوم روح يا عم الله يفتح عليك اللهم صل على النبي روح يا عم روح وياهم يعني كانوا عارفين بان احنا بنخدمهم يعني انا طلعت من طنطا واكبر اجره خدتها في طنطا جنيه كان وصلت الحكايه بتاعتي الى جنيه في الليل المهم اني انا ايه اشتهرت في الحته دي وبقيت اروح هنا والمنزله والمطريه والبلاد دي وكذا وكذا وبقوا ينبسطوا مني يعني بقيت احيي ليالي بتاعت ناس كبار ممكن كانوا يجيبوا فيها الشيخ احمد ندى او الجماعه دول كنت انا اراها يعني واحد مات اسمه رحمه بيه في 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 المنزله وقبل منه واحد اسمه الشيخ طه ابو علم كان راجل من زمان وواحد اسمه عباس بيه السوده كان كبير كان دول يعني يجيبوا الشيخ احمد ندى كانوا يكتفوا بي انا لوحدي يعني كنت انا وكنت انا لسه صغير يعني ها دو كم الشيخ احمد ندى كان بياخد 50 جنيه انا سنه 25 26 سنه كذا 50 جنيه في الليل 3 ليالي ولا في لا في الليله الشيخ منصور كان زيه 40 36 كنت اسمع يعني يا مولانا نمشي في طريق الشيخ نعم يعني اعتقد انه يمكن نستفيد بهذه القصه في لقاء الجمعه أول مرة سهرت فيها مع المرحوم الشيخ محمد رفعت أيوه برضو أحبه أيوه كنت لسه أنا بس كنت لسه أنا في طنطا برضو مات واحد اسمه إبراهيم بيه إبراهيم كان تاجر قطن يعني كان الراجل تاجر قطن كبير اسمه الحاج إبراهيم عبده كويس حاج ابراهيم عبده ده كان راجل كبير قوي لما مات عملوا له صوان في ميدان كوتشينر وميدان كبير وبعدين قالوا لي عم الشيخ رفعت جاي هنا في الميتم وجم قالوا لي تعالى معاه يا خبر دي اول مره فين ميدان كوتشينر في ميدان كوتشينر في طنطا طنطا لسه لغايه دلوقتي وانا معاه طيب وراح ندي لك جنيه قلت لهم حاضر ورحت عمي الشيخ رفعت كان جاي في ذاك الوقت الليله ب 30 جنيه وبس كان هو لا ده اول ليله كان مدعو فيها سيدنا الشيخ الفتاح الشيشاعي رحمه الله عليه والشيخ السيسي تاني ليله رحت انا وعمي الشيخ رفعت وانا رايح اتفرج
مع الناس اللي راح تعزوني راح اتفرج وقاعد. فسمعتها من الشيخ الفتاح وسمعتها من الشيخ السيسي اول ليله ومشوا وتاني ليله قالوا لي تعالى اقرا معاه انت مع الشيخ رفعت. فروحت العصر قرات شويه وهو قرا شويه وقمنا نتعشى. تعشيني وقال لي انا عايز ازور السيد البدوي. كان له اخ كده بيسحبه كان راجل طيب. قلت له يلا بينا. مشينا شويه باهي باهي طنطا كلها كانت بسيطه زمان كده. مشينا شويه لغايه السيد البدوي على رجلينا ودخلنا صلينا المغرب والناس طلبوا من الشيخ رفعت يقرا شويه فقرا شويه وطلعت انا بدون قصد اقسم بالله قرات وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله زي احنا بنقراه في اي ليله وفليقاتل. هو يظهر زعل مني افتكر باني انا ببتدئ له من موضع. طب وانا فين في ذاك الوقت وعم شغرف عد فين؟ عم شغرف عد ده بالنسبة لي في الوقت ده كان هو يعني زي ما تقول امام شيخ الاسلام وانا تلميذ بسيط ما اجي جنبه حاجة ابدا يفف يطيرني. انما انا وبعدين هو ارى ورايا على طول بنفس الترتيب فما لكم في المنافقين فئتين والأرقام كسبوا خلص الصورة كلها بقيرها من كل ربع شوية 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 لما خلص الصورة كلها. وبعدين زعل منه قال له بس يعني ما كانش صح ان هو يبتدئ من هنا او كان يقول لي ابتدئ منين ولا بتاع. انا في ذاك الوقت في نظام بقى تبيها في البداية بس لا ما كنتش اعرف انا في نظام في مصر كان بالشكل ده او في حاجة. انما احنا في طنطا كنا همج ما نعرفش ايه الموضوع وكل واحد بيدب شوية اللي بيدبه. فانا في الوقت ده انا جيت علشان اسلك من الموضوع ده منه. قلت له والله يا سيدنا الشيخ احنا يعني انا اعتبرني كتلميذ او طفل بيتعلم وانا اقسم بالله ما اقصد الربعين دول انا حافظهم كويس قوي وحلوين كده بقراهم بس. قام ضحك قال لي يعني ما تقصد. قلت له ما اقصدش والله هو يعني القرآن يعني انت جاي تقرا ليله وانا جاي اقرا ليله كل واحد لازم يقرا ورا الثاني يا سيدنا الشيخ. قال لي لا المتبع عندنا في مصر برضو نقرا من الحته الفلانيه نقرا من يونس نقرا من هود كان زمان كده نقرا من كذا. لان عم الشيخ السيسي لما جه يقرا في الميتم في طنطا اول ما ابتدأ من اول يونس والثاني مسك وراه. فهنا جيت انا بقى يعني قلت له ما اقصدش وبوست ايده ووصلته لغايه المحطه وركب القطر ومشي. ف هذه أول ليلة قرأتها مع عم الشيخ رفعت. وبعدين لا قبل من دي قريت وياه ليلة في مصر. احنا عايزين مصر الأول دخلتها ازاي؟ ايوه دخلتها ازاي في واحد اسمه كان ايه طبقي ولا من عارف ايه كان راجل زي تركي كده. فجي سمعني في البحيرة عند واحد صاحبه كان له أرض هناك وريح لما الميتم ده ريح يعزي. فلما سمعني انبسط ففيه ميتم في مصر جه دعاني. ورحت التقيت عم الشيخ السيسي وعم الشيخ رفعت هناك. كل واحد قرأ العصر شوية وانا قرأت العصر شوية كده عشور وقف في الليل. الشيخ السيسي قرأ دور وانا قرأت دور. كان اللي يقرأ دور يمشي دلو قرشين وعلى السلام. وعم الشيخ رفعت قرأ شوية وانا قرأت شوية قبلها. دي كانت اول مرة. التانية كنا في زي ما حكيت لكم الموضوع تنتني جاي انا بقى بصيت لقيت نفسي انا قاعد كده بصيت لقيت تليفون جاي من مصر. قوم قالوا لي كلم مصر واكون انا قتلت. لا لسه ده احنا لسه عايزين بيت الرحله جزء منها. جاء اول في ناس عايزينك في مصر. رحت قلت لهم نعم. قالوا لي يا سيدي احنا عيله اسمها عيله الحمامصي في الدويديه في المغربلين عاوزينك في ليلة. قلت لهم حاضر. في المعهد ولا فين؟ لا طلبوني في البيت. انا كان عندي تليفون في البيت. انا ما انا كنت اتشهرت بقى وشوية كده في طنطا وبتاع وبقيت عندي تليفون. دخلت تليفون سهل ولا لا؟ ده انا دخلت التليفون قدمت الطلب بعد 3 ايام قوم عينوا وجابوا لي التليفون. كان زمان كده يعني ما كان حاجه عظيمه جدا
دلوقتي ما كنتش لسه خشيت الإذاعة. لا ولا إذاعة ولا حاجة. كانش في إذاعة ما كانتش جات الإذاعة. لا ولا إذاعة ولا جات إذاعة ولا كان في ميكروفونات ولا حاجة أبدا ولا شيء. الإذاعة كانت وبعدين جيت الدودي. جيت الدودي بس خلي بالك عايزين بقى أول مرة تقرأ في الحسين أول مرة تقرأ في العبدين. نتفات كده أيوه. ما أنا ماشي أهو ماشي. ها ده الحكاية دي لها فروع. ده لما أود أحكيها بإن شاء الله زيد الوقت نخلص تاني يوم. المهم أني أنا نعم قلت لهم نعم. قالوا لي احنا جماعة الحمصاني اللي هم مش حمصاني بتاع الأفاطين ناس تانين تجار من السودان بيجيبوا فول سوداني وبيجيبوا كذا ولهم بيت في الداودية كده. المهم قلت لهم انتوا ناقصين. ده أنا بقول لهم والله بالحرف الواحد. قلت لهم ايه الحكايه ده طالبين نقرا في مصر. قلت لهم انتوا ناقصين ما عندكم سيدنا الشيخ رفعت وسيدنا الشيخ السيسي وسيدنا الشيخ الفتاح وعم الشيخ احمد ندى انا لا مش جاي. قالوا لي يا سيدي احنا احرار وبندعيك. الله بندعيك يا سيدنا الشيخ ايه الحكايه. قلت لهم حاضر بس انا باخد 20 جنيه. قالوا تعالي. ما هو في ذاك الوقت 20 جنيه دي ما خدتهاش ابدا. وبعدين كان في ذاك الوقت المشاهير بتوع مصر سيدنا الشيخ الفتاح كان ياخد له مثلا 5 جنيه في الليل. ما كانش 20 دي كانتش حصلت ابدا. متاخر رقم 5 نعم. ما انا قلت لحضرتك كلام مع مشهد. اي نعم المولانا. وبعدين يا سيدي كان في ذاك الوقت عم الشيخ رفعت كان ياخد 10 جنيه في الليله وكان الشيخ السيسي ياخد له 5 جنيه او 6 جنيه وكان عم الشيخ الفتاح برضه كذلك. والجماعه دول كانوا كده كانت الاجره في مصر كده. قمت انا جيت قفزت الى 20 مره واحده وانا ما اعرفش الا بعدين لما جيت مصر قالوا لي ده عم الشيخ الفتاح كان بياخد كذا وده بياخد كذا وده بياخد كذا. وكانش عم الشيخ علي محمود الاخر موجود كان ياخد 10 جنيه في الليله وعم الشيخ محمود البربري كان ياخد 10 جنيه في الليله دول الكبار. وبعدين قمت طالب 20 جنيه قالوا لي تعالى. وانا راجل غريب جاي من منقول من طنطا الى كذا. قالوا لي تعالى. رحت هناك نزلت الايه قابلوني في القطر خدوني على البيت غدوني غدوه كويسه قوي ونيموني نمت حته نومي شباك كده شمس جميل وقمت نايم نومه كويسه. وبعدين انا وانا ماشي بيقولوا لي ايه ده وياك الشيخ محمد سلام الليلي. قلت يا دي الليلة الغم ما تأخذوناش. لا لا ايوه لكن تسمع. لا كنت سهرت معاه ليلة وراح ارى العصرية. ما انا بقول لك هو اللي هيسمعها هو بس بقولها من باب الدعابة معاه لأنه هو راجل لطيف وأمير. فالمهم أن ده ما يعرفنيش هم باب التخدير. فبصيت لقيتنا كنا ببني حسن في الشرقية. هم قالوا لي ده في واحد اسمه عم الشيخ محمد سلامة وياك هنا في بني حسن لسه تعلم حمصنا. قلت يا فتح يا علي مارساء كريم ايه الحكاية. أنا بسمع عنه بقى لما كان يسهر مع عم الشيخ فتاح كان ياخد منه الليلة وعم الشيخ علي برضه كان ياخد منه الليلة والشيخ رفعت كان ياخد ولا حدش يعرف يقرا جنبه أبدا من كونه كان يطول ولما ربنا كان يفتح عليه ما خلاص يمشي. طيب لما كان ربنا يفتح عليك يا سيدي ما تتقي الله مع دول مثلا وهم ربنا هيفتح عليك. المهم يا سيدي بصيت لقيتني أنا جه عم الشيخ محمد الظهر. كان في واحد اسمه الشيخ محمود منصور هناك في بني حسن كان راجل يعني ابوه كان مخرج ويانا وكان كويس. فكان لما كنت اروح هناك ويجا يا اهلا سيدنا الشيخ ويمشي مش عارف ايه وبتاع. لما جه محمد سلامي ادور على الشيخ منصور دي مش لاقيه. راح وراه بقى يشيل له الكاكوله ويشيل له مش عارف ايه ويروح وياه وبتعمل. وانا خلاص اتنسيت وكنت انا قبل رحت البلد دي قبل منها بايه بيومين مرتين. فبصيت لقيت عم الشيخ عبد ال خش على طول وبعدين نتكلم. ايوه بعدين حصل يتسجل. ايوه كمل يا مولانا. وبعدين يا سيدي الله يخليك
شيخ علي حجاج جاي من السويس. هذا ده الاخر انا قريت وهي قبل ما يجي مصر في السويس والله. وبعدين يا سيدي جه ودار على الشيخ محمود. يا شيخ محمود فين يا جدع الشيخ محمود؟ قال لي الشيخ محمود مع الشيخ محمد سلام. وبعدين جه واحد قال لي ده الشيخ محمد سلامه التطور وقام تفتف وقام عمل مش عارف ايه وبتاع وايه. قلت لهم عمل ايه؟ تطور. بيقول لي واحد صاحب ابن صاحب البيت بيقول انت بتصلي؟ قال له لا. قال له كنت مش عارف ايه انت مش عارف ايه كذا 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 وتطور عليه قوم اتوضى قوم. وراح الراجل اتوضى وعمل وسوى قال له صلى بيه الظهر. قلت طب ده كويس. انا اتغديت ونمت في البيت اللي انا فيه وسامع الميكروفون. كان زمان كان ايامها بدا الميكروفون. فبصيت لقيت بيقرا الشيخ محمد سلام. طيب كويس. قمت انا اتوضيت بالعجل وخدت بعضي وطلعت ورحت على 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 الصوان. تنتني قاعد علشان يختم ما يختمش ابدا لغايه المغرب. من العصر للمغرب. من العصر للمغرب وانا قعدت كده اهو قدن قعدت قعد ساكن. انما كان جميل يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. فبصيت لقيت يا سيدي فبصيت لقيت ايه هو بقى تنو يعمل لغايه يا سيدي ما قرأ المغرب واذن المغرب والكراسي اتلمت من الصوان. وصلي المغرب يا جدع وصلي كذا وكذا. اللي جايبه بقى واحد اسمه مش عارف ايه ابو حسن بيه كان العمدة وله كلمة. قول يا سلام اول مرة لان هو اللي بقى جايبه اول مرة تحصل ومش عارف وازاي وبتاع. والغرض انا بقى عملت حساب كانت اخر ليلة لان انا قريت قبل منها ليله كانوا يعملوا دول ليلتين. الناس كلها تعمل ثلاث ايام وهم يعملوا ليلتين. فانا قريت اول ليله لوحدي وثاني ليله جابوا الشيخ محمد. وبعدين انا بقى قلت يا الله ايه الحكاية. ام هو جه ارى شويه قيمت تلت ساعه كده العشاء وارى قلت له الله ايه الحكاية. طب لا هيقرا ارى تلت ساعه وصدق الله العظيم. وطلعت انا بقى وقع جنب الدكة. طلعت انا بقى مسكت الدكة تنيت نارة لما قلت الفاتحة. ما هو اللي بدأ. وانا لما بقول له بقابله بقول له الكلام ده يعني هو اللي بدأ. انا اعمل له ايه؟ تنيت نارة لما قلت الفاتحة وخلاص. والناس كلها ام هو طلع جنبه عايز يقرأ تاني. الناس كلها لمت الكراسي والفراشين والناس قال هات يقول هات الحمار يا جدع ويقول هات البتاع دي وركبوا ومشوا وخلاص وخرصة الليلة. فخواخد منه سمعت انا بان الكلام ده كنت بسمعه انما التقيته حقيقة. فلما قالوا لي يا شيخ محمد سلام قلت لي لا ليلة سودة دي بقى. ايوه. طب وايه اللي هنعمله احنا بقى؟ انا جاي هنا نتبعه نفسنا ولا جاي ايه لك جاي؟ الغرض طلعت اقرا. هو طلع جاي على طول طلع على الدكه قرا شويه وانا طلعت قريت شويه وهو مسك الدكه انه يقرا. لما بقت 12 تلمت مشايخ مصر كلها وقعدوا قدامه وهللوا وكبروا والدنيا هيصه وايه 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 وانا قاعد لغايه البرد ما كلني وبطني مشيت علي. بكلمكم الحقيقه. وبعدين انا قمت بقى طلبت اطلع فوق. طلعت فوق دخلت الحمام ربنا فرجها علي وكاني مولود جديد. حاجة طازة كده انبسطت اللي انا يا ملين. وبعدين انا انبسطت قوي وكده ففرفشت كده وانبسطت. كان هو صدق الله العظيم نزلت من تحت التقيت ما فيش ولا واحد في الصوان. الصوان خلص الميت خلصت الليلة. قعدت بقى لا ما قراش الساعة بقت 12 12 من الليل اللي هنعمله والعيشة كانت على 6 وثلث يا أستاذ. وابتدأنا عقب العيشة على طول. شوف لما يقعد يقرا كان بيقرا أرى دور أخير الأخير ساعتين ونص. كمل يا مولانا. وبعدين يا فندم أنا جيت بقى على كل حال هنبلغه الكلام. بلغه ما أنا بقول له بقولها ما أنا عارف أنا في منطقته وهو بيقول لي أنا بقولها من باب التاريخ والحاجات اللي هي كيد بتعمل يعني.
لا انا ما رايت حضرتك بقى كان شكله ايه يعني من ناحيه الاداء؟ من ناحيه الاداء كان بيقرا كويس جدا، كان بيقول لا كان بيقرا كويس، وهو قارئ ممتاز، وانا احب قراءته للان يعني احبه جدا. وبعدين يا سيدي بصيت لقيت الساعة بقت 12 وعلى منزلت وقعدنا شوية وبتاع، بصيت لقيت داخل سيدنا الشيخ درويش الحريري وسيدنا الشيخ سيد موسى اللي هم انت عارفهم يعني، اللي هم دول أساطيل الفن، والناس وراهم قتلوا، هم جايين من الحارة، الناس من قبلهم قالوا له ده خلص الميتم، قال لهم تعالوا يا هبل أنا سمعت واحد بثق فيه، وقالوا لي تعالى اسمع الشيخ بتاع طنطا ده واحنا بنسمع عليه برضو، انما ما شفناهش ولا سمعناهش، تقوم انتوا ايه انتوا سمعه انتوا تيجوا نشوف هذا الرجل ايه، ان كان يستاهل نحييه ما يستاهلش او سمعناه وخلاص، بدل ما نقعد واحد يقول ده كان واقع عم الشيخ مصطفى في طنطا في الحته الفلانيه وتاوى كده. فجه عم الشيخ سيد واللي راحوا كلهم طلعوا برا جم رجعوا يا تاني، ما فيش 10 دقايق كان الصوان كله على اخره العالم، وكانوا واقفين على الباب كمان ما فيش كراسي، كانت الساعه بقت 12:30 من الليل، ابتدات من 12:30 خلصت 3:30. هنا عم الشيخ محمد كان لسه جالس وقاعد جنبي، لأنه هو من دقبه مثلا كان يقول لك ايه برضو لما يقعد وبعدين يلاقي مثلا كده هو يقول لا انا الحارة تاني ما قالهاش، قرأت وكان فتوح، وسيدنا الشيخ درويش وقف وقال اسمعوا يا مصر، واحد اهو بتسمعوه يعني يكفيه ان دي والته لوحده لا سمعنا قبله بيقرأ زيه حتى ان نقول قلده، ولا سمعنا لسه حاجه وطابور جديد لنجه. الراجل عم الشيخ درويش وقف في الصوان قال هذا الكلام. انا في ذاك الوقت اسمع على سيدنا الشيخ درويش على سيدنا الشيخ سيد موسى ابدا. خلصت بقى وبعدين جه واحد قال لي تعالى سلم على سيدنا الشيخ درويش ده ابو كذا ومعلم ام كلثوم ومعلم علي محمود ومعلم مش عارف مين وبتاع، ودول هم. رحت بوست ايده وعم الشيخ سيد موسى الاخر بوست ايده وقعدت جنبهم شوية. سيدنا الشيخ درويش قال لي يا ابني أنا مبسوط، أنا مبسوط جدا وأنت بتقرأ كويس، حتى أني كان فيه حاجة لحمزة وطى علي كده في ودني وقال لي تبقى تقال كذا وكذا، قلت له حاضر سيدنا الشيخ، قال لي فتح الله عليك، وبقى عرف البيت بتاعي لما جيت مصر وكان يجيني يقعد بقى شوية. المهم دي كانت إيه الفاتحة أول دخول مصر. بعد منها باسبوع بالظبط مات خميس ده اللي هو لقوا التسجيلات عنده بتاعت عم الشيخ رفعت، اسمه خميس يعني خميس، التقوا عنده التسجيلات بتاع سيدنا الشيخ محمد رفعت ده توفى، فجم قالوا لي ايه يعني طلبوا لي تليفون تاني في طنطا، قالوا لي تعالى، قلت لهم ايه ميتم، قالوا لي ميتم في عند الخميس الأربعين في حته اسمها المربلين وفي الداوديه، قلت لهم حاضر يا سيدي، فروحت قالوا لي بكش محمد سلامه برضو، قلت يا نهار اسود فيت دي ليله من ايلك، الغرض انا مش علشان حاجه بقول يعني الموضوع لحين طول والموضوع اللي هتجيبه ليله، واحنا عايزين نخلص وعايزين نمشي ونبقى حبايب ونمشي كده حلوين وكذا وكذا، ايه الحكايه؟ فبصيت لقيتني بقى وياه، ورحت بقى ما كانش فيه عصرية، قريت رحت العشاء رحت أقرأ، ابتدأت في هود قرأت هود كلها، واستناه عم الشيخ يجي محمد سلامة يجي ما يجيش، ما هو لو شفته ما كنتش هقراها كلها. وبعدين أنا في قرارة نفسي قلت لو جه والناس لسه ما جوش ولسه ما ابتدأناش هتصلح عليه، واقول له يا سيدي نبقى كويسين وانا اللي هقرا قد كده وانت تقرا قد كده ونخلص الليله ونمشي وما فيش داعي للدوشه دي. قام جه ما فيش العيشه والناس دخلت وقعدنا قالوا قوموا اقرا اقرا، قعدت قريت هود كلها خلصتها. كان في ذاك الوقت فتوح واحد اسمه الشيخ كنت بفصل عنده قبل ما اروح مصر بمسافه، كنت بفصل عنده، كان لبسي كله من عند فتوح، وبعدين كان فتوح سميع، ولما كنت ليله ما عجبوش هم قايم كده ومروح بيقول لي انت كنت هباب امبارح
او كنت كويس النهارده يعني. هو كان كده. وكان في واحد اسمه سيدنا الشيخ عبد القادر بتاع قلاوون وسميعه، وكان مصطفى اسعد، وكان الجماعه ده هم، وكانوا بييجوا يقعدوا قدامي وانا ما اعرفهمش الا فتوح. فتوح زي ما تقول ما سمعنيش ابدا، كنت بفصل عنده. وكان كل ما اروح يقول لي اقرا العشر، اقعد اقول وثق الذين اتقوا ربهم يعني ايتين ثلاثه، وكان الله بيسر عليهم وخلاص. وبعدين هو بقى لما سمعني في الليله دي فتوح قود كلها وسمعني بقى تمام وانبسط. فتوح صباح الصبحيه قال لي تعال لي، ورحت له البيت. وكان فيه محط، كان فيه رابطه القراء. رابطه القراء واحد قال لي اشترك في رابطه القراء دي معنا، قلت له حاضر. كنت انا بنقرا قبل ما اجي مصر مع عمي شغل فتاح، مع سيدنا الشيخ السيسي، مع الجماعه الكبار دول، بس كنت انا بعتبر نفسي جنبهم كتلميذ بسيط جدا، وكانوا هم القراء الكبار، وانا كنت اقعد بقى افتتح لهم الحفله كده كده مثلا. ف ذاك الوقت بتاخد في ايدك كام؟ 50 قرش في طنطا. وبعدين لا كنت اقرا وياهم، كنت اقرا وياهم في يا شيخ محمود ما تسمع انت. ايوه كده موجود. قال ده احنا قاعدين نرغي. طيب ولسه دخول العبد. ايوه لسه لسه نوبس بس. وبعدين يا سيدي بصيت لقيت ايه؟ ايه اللي انا كنت بقوله نسيت؟ الله يقلب دماغك. قالوا لك اشترك فيها. قالوا لي اشترك فيها. قمت داخل وقمت دافع 2 جنيه اشتراك. حضرتك بقى ليله تحت محمد سلام. لما خلصت هود ما خلصت هود. ايوه والله يفتح عليك. اما خلصت هود جه انا تعبت ساعه ونص ما جاش. وبعدين جه واحد قال لي عم الشيخ محمد سلامه، عم الشيخ محمد سلامه اعتذر ما جاش. اعتذر. لا والله انا ما خدتش نفسي يعني برضه. المهم ان استريحت بقى شويه وطلعت قرات دور لن انساه في حياتي. انا فرحان قاعد اقرا في وسط ناس وبيحيوني تحيه سميعه فتوح قاعد والسميعه بيحيوني والجو خلي. الله يقلي دماغكم ما تقعد انت. ايوه كان والدك. كان الاستاذ مصطفى كامل ومصطفى اسعد وزهدي والجماعه دول. كان ابو احمد مصطفى كان ده، كان مصطفى كامل ده كان الكوماندا بتاع دول كلهم، كان سميع من الدرجه الاولى. وبعدين يا سيدي قمت انا جيت بقى انا قعدت قرات الدور الثاني. انا كنت فرحان بقى في الوقت دي، مش فرحان لعدم وجود محمد سلام، لا فرحان لكوني انا شايف ناس بيحيوني تحيه ما سمعتش التحيه دي في طنطا من حد، ما سمعتهاش في اي جهه من الجهات. واللي قاعد يقول يا سلام ده طلع من 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 البيات راح الصبا، انا ما اعرفش في الوقت ده اي نغمه اي حاجه ولا اتعلمت اي شيء. بلا ترغيص. بصيت لقيته يقولوا بقى ده طلع كذا وكذا وكذا. وبصيت لقيتني اندعيت برضو في ليله كانوا هم يجوا مرايا. المهم بعدين صبحت الصبحيه طلعت ورحت بقى اشتركت في رابطه القراء عشان تشترك فيه. ايوه الا لا دي كان فيه يمكن ثلاث ارباع فقهاء مصر كانوا موجودين في ليله الخميس دي، لان هم سمعوا ليله الداوديه وقالوا كذا كانت خدت لها جو. فجوم هم في الليله دي برضو قعدوا يحيوني لدرجه ان واحد شيخ عجوز قام قال لي الاواله دي انت كنت فين ودي فين، انت فين، انت لسه عيل، انت لسه مش عارف ايه. المهم رحت اشتركت فيها في رابطه القراء. دفعت 2 جنيه والريال، دفعت الريال كمان بتاع الاشتراك، والاتنين جنيه دول يعني زي ما تقول يا مساعده. فجت الرابطه عملت ليله في سيدنا الحسين في واحد اسمه الشيخ عبد العليم خليفه رحمه الله. لا لسه موجود، لسه موجود. الله يمسيه بالخير، الله يمسيه بالخير. الشيخ عبد العليم خليفه ده كانت سنه يا سيدي ما اعرفش سنه لا 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 كانت سنه 44، لاني عقبها رحت السرايا اقرا على طول على طول. ها رحت قصر ملك يعني قصر ملك قصر ملك لسه 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 السرايا العباسيه. بعدين يا سيدي
رحت جيت رابطة الحراء عملت ليلة مناسبة مولد النبي كلنا فاكرينها. فدعوني وكان فيها فتوح. لما ربنا بيريد بشيء بيقول له كون فاكون. لطيف اللي ما يشاء. لطيف اللي ما يشاء. فالليلة دي خدت جو. صباحة الصبحية كان الملك فؤاد جاي يصلي في سيدنا الحسين. لا فؤاد كان لسه. لا يا سيدي لا يا سيدي ده الملك الملك فاروق الملك فاروق الملك فاروق كان سنة 44 لأن فاروق توفى سنة 36 فؤاد. فروحت أنا على فين على سيدنا الحسين وقرأت بقى كانت فيها فتوح. صباح الصبحية الملك فاروق لا يصلي في سيدنا الحسين فبعتهم السميعة بتوعي بعتهم وكان واحد مش عارف اسمه ايه للسرايا عاوزين الشيخ مصطفى اسماعيل يقرأ سورة الكافي في سيدنا الحسين امام الملك. فدوروا علي وبتاع لقوني قلت لهم سيدنا الشيخ محمد الصيفي كان موجود في ذاك الوقت. انا هربت ورحت لاني انا من يومي اخاف من مشايخ الكبار يعني لازم الواحد ما يعتديش لما يعتديش. فقمت هربان ومشيت وسافرت ورحت. مراد باشا محسن قال عايزين الشيخ ده يجي فبعتوا لي في طنطا ورحت سراي عبدين بقيت ارتعش تعرف رايح فين. سراي عبدين ده كانوا بيقولوا يخش كده كان زمان يقولوا في طنطا اللي يلتفت كده يضربوه بالرصاص. طب وانا اللي هروح فين انا جبني. دي اول مره بقى تخش السراي. اول مره اخش السراي. وبعدين بصيت لقيت يا فندم مراد باشا محسن قال لي فيه الذكرى بتاع الملك فؤاد يوم 28 ابريل وعايزينك تيجي فيه. قلت له حاضر. قال اكتب العقد يا محمد بيسالم اكتب العقد. ورحت خلصت الليله لا عقد علشان اجي اروح بدل ما يرتبط معايا وانا ما اروحلوش لان دي شغل انا رسمي. لا انا اللي هقول لك انا خدت فيها كام والله مش متذكر يعني برضو. لا انا ما صيرتش مع سيدنا الشيخ محمود البربري ولا كنتش ايوه بس سمعته في ميتم سعد باشا. لما مات سعد باشا رحت علشان اتفرج هناك الميتم العصريه رحت التقيت سيدنا الشيخ احمد ندى والشيخ محمود البربري والشيخ سيدنا الشيخ عبد الشافي دول اللي انا شفتهم. وبعدين التقيت العصرية بيقرا في سورة الأنبياء هو وبيقول إيه لا يسأل عما يفعل. مين ده؟ بربري. الشيخ البربري كانت قرايته كده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهم يسألون وهم يسألون. هو عمل دي ما كانش فيه واحد قاعد على كرسيه. ايه كانت قراءته كده كان زمان وكان بيقرا مظبوط وكان بيقرا كويس. ده اللي انا سمعته منه سيدنا الشيخ البربري انما ما قرات شويه. احنا كنا فين وقفنا في السراي العقد. والعقد ورحت قريته. كان الملك ايران شاه ايران كان توفى ودفنوه في الرفاعي وعملوا له ليلة 40 هناك ودعوني فيها رخر السراي لان السراي اللي كانت بتعمل الشغله دي لان كان فيه نسب جديد وبتاع. وقرات تلك الليله صوتي ما طلعش قوي في الاول وكان مبلغم وحالت عبره. وبعدين انا قريت شويه برضه. كان زميلك مين يا سيدي الشيخ؟ كان زميلي يا سيدي في تلك لا 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 مش عارف الفتاح افتكر لا في الذكرى بتاع الملك فؤاد الاول كان سيدنا الشيخ عبد الفتاح او ما اعرفش كان سيدنا الشيخ الصيفي. وبعدين بصيت لقيت يا فندم جه لسيدنا الشيخ ودعوني في الاربعين بتاع شاه ايران فرحت قريته. وبعدين مشيت بقى رحت جيت في رمضان فبصيت لقيت جايني تلغراف كان في واحدة قريبتنا توفت في البلد ورحنا فيها العصرية جايبالي تلغراف وبفتح التلغراف قالوا لي احضر باكر لمقابلة مراد باشا محسن في سرايا عبدين. يا خبر
ما نمتش طول الليل. انا طلعت جنيه اديته للولية دي لاني لما جيت في الاربعين بتاع ملك ايران كنت انا الصوت ما طلعش وكنت مبلغم وعالت عبرة وزعلت قلت بقى ربي انا كده هو الحكاية. كان هو بقى الملك سهر سنة 44 وكان عم الشيخ فتاح رحمة الله عليه وكان الشيخ ابو العنين الله يمسيه بالخير كانوا الاثنين في واحد في بورسعيد في سنة 44 دي كنت ماسك 12 ليلة في بورسعيد وكانت رمضان ورا بعض في بورسعيد. في واحد اسمه حسن البنا رحمة الله عليه يا اخي انت بتروحش مصر ليه؟ انت قاعد هنا مقبور انت مش عارف ازاي ما بتروحش عابدين ليه؟ تراي عابدين يا اخي وتقدم قلت له يا خبر قال لي روح اسكن مصر قلت له انا توه انا روح مصر اتوه انا فيناك انا اعرف اني قاعدين قاعد. تاني سنة هو سمعني في سراي عابدين فروحت بقى جاء قال لي عايزينك في رمضان رحت سراي عابدين قال لي عايزينك في رمضان حاضر يا فندم قال لي السهرة في السهرة في راس التين في راس التين. طيب يا سيدي وياك الشيخ ابو العنين صهر ويا سنة جه تاني سنة جه مراد باشا محسن بعت لي قال لي رأيك ايه في الشيخ عكاشة؟ قلت له الشيخ عكاشة راجل كويس قوي قال لي انا سمعته وانبسطت منه قلت له الشيخ عكاشة كويس فقالوا لي طيب نبعت نجيبه يا محمد سالم قال له فهو اتكلم مع عبدين علشان يجيبوا الشيخ محمد ايه عكاشة وقال له في البيت بأن الشيخ سراية عبدين طلباك تروح وهو في اسكندري هو كان بقى سراي عبدين افتكر بقى ان سراي عبدين قالوا له كلمونا جماعة من عبدين هم بس هم كلموا راس التين الى عبدين عبدين تتصل بينك فراح على عبدين راح هناك وقعد قالوا له ده مش هنا ده هم في راس التين قال انا كنت في اسكندرية الغرض صباح جاه واتفقوا معاه وصهرنا سوا. جيت تاني سنة جابوا بويا الشيخ طه سنة 47 افتكر وبعدين جم تاني سنة قالوا له لا خلي بالك طيب قوم قالوا لي نجيب وياك الشيخ منصور الشيخ منصور الشامي رايك فيه ايه؟ فبعت لحيدر باشا حيدر باشا قال لي كذا وكذا كان واحد اسمه قاسم بين كان رئيس السرايات كلها رئيس عبدين ورئيس راس التين والجماعه دول كلمني علشان الشيخ محمود ده يجي يسهر معايا الشيخ محمود البن وعمل لي افطار كويس وهيصني قوي وقال لي اعمل معروف عايزين يسهر وياك السنه دي قلت له طيب حاضر. يوميها بالذات طلبني حيدر باشا بالتليفون الظهر قال لي انا عايزك بعد الظهريه تجيني وزاره الحربيه رحت له لان هو كلمني وسالت على مراد باشا والجماعه دول ما التقيتهمش الصبحيه هناك خدت بعض وروحت فروحت لحيدر باشا الماء اللي الساعه 6 مساء قال لي عايزين نجيب وياك الشيخ منصور رايك فيه قلت له كويس قوي قال لي روح قول لهم في عبدين. وحيدر باشا ده كان جبروت حيدر باشا كان مين يقدر في سكته ويقف ولا بتاع ولا كذا ما يمكنش. وبعدين يا فندم بصيت لقيته قالوا طيب خلاص يجي واتفقوا مع الشيخ منصور كلموه في دمنهور راح واتفقوا معاه وخلصت الحكايه. ادي السبب في اني انا رحت على ايه؟ على عبدين والسبب وجودي في عبدين. وكانت الظروف كانت زمان فيه هدوء وكان فيه سكينة وكان فيه روح للسماء وكانت ناس كويسين. وبعدين بقى حكات كتير قوي بعد السهرة بتاع الملك القدر اتغير الى كام؟ الملك كام؟ بعد ما خشيت سراي عبدين نعم وسهرت رمضان وكانت السهرة تذاع في الإذاعة ابتدت بقى طبعا الشهرة تبقى مش محلية وبس تبقى عالمية. اول سفرية برا مصر ابتدأت الشهرة عالمية بقى دلوقتي خلاص طلبوني ناس من اسوان وطلبوني ناس مش عارف منين وطلبوني كذا وكذا وكذا يعني كانت عالمية. طيب هنسأل فضيلتك على اول رحلة معك في موجات إذاعة القاهرة دخلت إزاي؟ هل دخلت لجنة؟
مثل امتحاناتك في الأحكام وفي التلاوة وفي التجويد وما إلى ذلك، ولا دخلت بأي طريقة؟ يعني نحكي قصة دخولك الإذاعة. بعد ما صهرت في رمضان عند الملك فاروق، الإذاعة طلبتني. كنت أنا أياميها لما صرت 45، سهروا سنة 47 في راستين، وامتنى في عبدين، سهروا 45 و 46 في عبدين. وفي ذاك الوقت كانوا يطلبوني في الإذاعة، كنت أتهرب مش موجود، ماشيني بتاع، مش عايز أروح لأن نص ساعة ما تكفينيش، لأن أنا في ذاك الوقت كنت لما أقعد أقرأ أنا عاوز نص ساعة ماشي صوتي. انت دلوقتي صوتك ماشي والحمد لله. اه ماشي صوتي، وبعدين انا بص الاقيني انا مفيش حاجه زي كده، فانا ماليش دخل انا بنص ساعه دي. فبصيت لقيت اللي كانت التلاوه في الاذاعه في البدايه نص ساعه. لا ده كانت هم عايزين اكيد في الاذاعه نص ساعه، نص ساعه وكانت من القصر ساعه. اه لا كان ده كانت في رمضان، القصر كان لاخر حاجه كانت 50 دقيقه و55 دقيقه كانت. المهم أن الإذاعة كانت تطلبني، ولما جاي السهرة في عبدين سنة 47 كانت في أغسطس، ولهليب لهليب الله في الأرض وكانت نار مصر. فروحت للسرايا قلت لهم يا سيدنا أنا الدنيا موت هنا، وأنا ماليش بيت هنا، وأنا واخد بيت في المغربلين، والدنيا حر فيه خالص وحاجة مش كويسة. اسمه مراد باشا قال لي طب وإيه اللي زنقك على كده؟ وروح اقعد في شبرت. قلت له انا قد شبرت. قال لي انت مالك، روح واحد هيقابلك على الباب بس يقوم من هنا على طول احجز. قمت رايح على شبرت، التقيت المدير وهو قال لهم ده ضيف الملك، ضيفنا جاي لكم الشيخ مصطفى اسماعيل ضيفنا يعني. والملك كان له دور بحاله، الدور الاولاني اللي يطل على الشارع ده كان كل دي تبع الملك، ضيوف الملك، ضيوف الملك مقفولين ما حدش يخش. فدخلت رحت على البتاع ده شيء برضو، انا طالع على السلم التقيت واحد المدير بتاعه والمدام بتاعته وصحبة ورد كده واقفين، قالوا لي انت الشيخ مصطفى؟ كانوا يكلموا عربي. قلت لها يا فندم. قال لي اتفضل. طلعوا قدامي ودخلوني في صالون، بصالون وبأوضة نوم بسريرين داخلهم حمام لوكس يعني، والتليفون في الحمام، وتليفون بين السراير، والتليفون في الصالون، ودلاب في الصالون اللي قلع الهدوء. التليفونات شغاله معاك؟ ما هي فيها حراره يعني؟ اه في حراره. بصيت لقيت افندم بصيت لقيتهم بقى طلعت فقلت ايه الدوشه دي يا اخوي؟ يا خبر السوي، ايه يا واد الحكايه دي؟ قال له انت هنا المغربلين واخويا الشيخ محمد قاعد لما تتقلب دماغه هناك، وكان يجيني يودي تمتم على الباب وتمتم على الباب مش عارف ايه بقى يعني. الغرض نمت كده وانبسطت كده وفرفشت وتهريه كده، قمت قايم بقى مملكه، رحت على السرايا نفطر، يعني كان الفطار في السرايا المعيه الملكيه، وكانت يرقص السفره كبير من كبراء السرايا، يا إما مراد باشا محسن، إما كبير الأمناء، إما رئيس الديوان الملكي، إما كان أحمد باشا صادق كان رئيس الحرس الملكي، فأبو محمد صادق ده كان هم دول، يا إما ده يا إما ده يا إما ده بالدور. ونروح نفطر وننزل شوية نقعد تحت بقى شوية، نصلي المغرب والعشاء وعلى السهرة كانت دي بقى. وقعدت في شهر رمضان طول في البتاعة دي. يوم الوقفه اتغميت لان الحسيب الشبر. طب وانا سبت الملابس بتاعتي هناك، سبت الملابس بتاعتي هناك، وبعدين قلت اما اروح عايد على العيال وارجع. رحت بقى يوم الوقفه روحت وعيدت على الاولاد، وقعدت تاني يوم جيت طبعا عارفين وهم عارفين بقى، وكلموني بالتليفون، وبقيت ابعت اجيب مراتي تبات معايا هناك برضه، فهاش حاجه ابدا لان ده سريرين يا فندم، والاكل والشرب هناك زي ما انت عاوز، ولا حد يسالني. هدوم مغسوله مكويه 24 قرات، ولا حد بيقول لي تلت التلاته كام؟ خدت كام في الشهر ده بقى؟
لا من اللي هقول لك الاخر الاخر بعدين وبعدين انا بقول ايه انا كنت سمعت من فضيلتك انك لما رحت الصغير عبد الرحمن سنه 9 كان في امنيه للوالد ان يشوفك قارئ معروف اه قلت لي انه جالك في المنام مره اي في ذاك اللي هو لازم بس انا ما كنتش عايز اقولها انا فاكرها هقول لك انا صليت الظهر ونمت فكلمت بالتليفون عندنا في البلد بقول فين ستك يا بنت قالت ده في الزريبه بتاعت البهايم بتألف ست بتاعي دمياطيه ومتربيه وكذا وايه ده وتقول يا ربي ايه النعم دي بقى مراتي تنزل تروح تجيب التبن وتحطه قدام البهايم وكذا وكذا ايه ده وقلت يا ربي لو كان ابويا عايش وبعدين انا يعني كان ينبسط وكان يفرح بيا وكان ينبسط قوي الغرض نمت والدموع في عيني وكنت اتمنى ابويا يكون موجود ويشوفني بهذا المنظر فرأيت في الرؤيه والله اللي حصل وحياه القران قال بره السور كده في مصليه ابويا قاعد فيها فبصيت لقيت خرج من المصليه كده رجله كده وانا جاي من طنطا كده بالعربيه الحنطور عندي عربيه حنطور بخيل وبتاع فقمت نازل قلت له بابا سيد الرؤية اللي انا عايز اتمناها ابويا يكون موجود الجت في المنام وكانه موجود قلت له يابا يا سلام تعالى يابا انت ما شفت يعني ما تدخلش جوه ليه قال لي انا جوه انا عارف قلت له خشيتش جوه شفت الخير وشوف ده انا عندي خير قوي عايز فلوس يابا قال لي لا ولا حاجه قام هو حضني وبسني من هنا ومن هنا ورفع ايديه للسماء وقال اللهم افتح عليك فتوح العارفين بالله ويعينك يا ابني على اللي انت فيه ده هذا بالحرف الواحد افتكر الشيخ محمود حكيت لك الحكايه بالظبط ولا في حاجه انت قلت لي اللي كنت بتمناه لك وانا حي وصلي اه يعني حاجات زي كده اه ف والحمد لله وصلني الحمد لله المهم يا سيدي كانت الرؤية دي موجودة في البتاع ده لما خلص رمضان ورحت عيدت ورجعت تاني أنا عايز بقى أعزل قال لي روح عيد على بعد 3-4 أيام قعدت برضو وما قلت لهم يعني هي الحكاية رمضان ما لما خد 3-4 أيام بقى شيش فيها إيه الغرض رحت أعيد بقى لما جم فات العيد وراحوا بقى هناك السهرة رحت قلت المراد باشا يعني أنا شاكر جدا وممنون وألف شكر لك وكتر خيرك بس انتوا علمتوني الفخفخه قوي والبتاعه وانا هسيب دلوقتي شبر وهروح فين ده عبد انا بهزر وياه علشان ينبسط يعني قال لي المغربلين حر قلت له حر قال لي خليك قاعد وحد قال لك اطلع خليك قاعد هو حد قال لك اطلع وروح اقعد كل واشرب ونام ويغسلك هدومك وهالك وانبسط وتنك كده مبسوط انت ضيف الملك ولا احنا بندفع لهم حاجه ولا دول بتوع السرايا بياخدوا منا كل سنه قد كده الشركه وانت هتضيف ياكلوا وانا كان يجيني الاكل مخصوص الاقي الاوضه الصبحيه ساعه ما اطلع وارجع الاقي الورد محطوط على كل ترابيزه الاقي مرات المدير جايه بالكلب بتاعها والكلب صنن كده اهو كانت تجيبه وتيجي وتقعد معايا وكان المدير يجي يسهر معايا ويقعد معايا وكان راجل يعني مبسوطين تنتني قاعد من سنه 47 ل 52 لغايه ما اتحرقت لا تعرف يا تعرفوا اسمعوا الحكايه دي قبل ما تتحرق شبر وتنحرق القاهره في الحته دي كده بست ايام كنت شارع عربية فرت كتير ومراتي معايا قلت لها تعالى من نمشي كده في الزمالك كده شوية مشينا في الزمالك لقينا شقة للإيجار كان زمان كل واحد يكتب شقة الإيجار دي طلعت شفتها قلت لها كويسة قلت لها نسكن في ذاك الوقت أنا معايا الفلوس بقى الفلوس كترت والشريضة وبقت أشياء معدن قمت رايح 12 جنيه ونزل عليها التخفيض بقى بسبعة ولا بثمانية من عارف المهم أني أنا رحت على محل الرشيدي قلت له انا عندي صالون وعندي اوضه سفره وكان فتوح معايا قلت له عندي اوضه النوم افرشه نعم
لأن أنا اللي رفعت البيت أرفع الأجرة. أنا اللي بقيت أعمل 20 ورجعت قلت 30 ورجعت قلت 40 بقت هنا بقت الليلة بتاعتي ما زادتش في طنطا في ذاك الوقت أيام ما كنت بصر عند الملك والبتاع دول ما زادتش عن 30 جنيه كنت باخد 30 في مصر إنما برة 70 و80 60 70 80 حاجة زي كده كنت ماشي برة وكان في ذاك الوقت 70 و80 كانوا يجيبوا فدان يا أستاذ اشتروا فدان رشيدي فأسس لك شقة أيوه رحت للرشيدي جه شفه هو وفتوح وقفر الشالف 24 ساعة كانت جاهزة وكله جاهز سجاجيد فرش وستاير وعمل له كله 24 ساعة كانت جاهزة مراتي ما روحتهاش قلت لها اقعدي بقى هنا وانا رايح اجيب العيال قالت لي روحت اجيب شوية هدوم ونجيب هدومنا ونجيب شوية حاجة يعني كده طيب روحت وجت وبعدين يا سيدي قعدت بقى المدة دي لغاية البتاع شوف طلعت قبل حرق البتاع ده هي بست ايام شيء الهي وفي الوقت اللي اتحرقت فيه القاهرة كنت ببقى نايم باستمرار ذاك الوقت كنت ببقى نايم المهم طلعت انا كنت في الفيوم صابح الصبحية نهارها ورايح الفيوم وشايف شبرد بتتحرق ورايحين على 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 الكونتيننت اللي حرقوها في واحد اسمه احمد كان متزعم الحركة بتاعت الحرق اسمه احمد علي قلت له يا شيخ حرام عليك ده الكونتيننت ده أصهر وكذا وكذا قال هي يعني انت ما كان يحبني قوي سميها قلت له لا ده ما تحرقوهاش قال لي تعالوا ولاد منين وخدتهم وراحوا في حته تانية وسابوها تعرف هم كانوا العين يحرقوها فعلا المهم اني انا يعني ايه وبعدين كانوا بيحرقوها ليه يا سيدنا الشيخ مصر الفتاه مولانا الشيخ اول سفريه لك خارج الجمهوريه خارج مصر يعني خارج القطر يعني اول سفريه ليا دي كانت بيروت لبيروت وكان الداعي وكان الداعي واحد اسمه محمود ايتاني رحت هناك سنه كام ها كان سنه كام لا بقى سنه كنا وصلنا يا سيدي لما انت سنه 52 سنه 52 طيب هنسال اسئله فضيلتك وعايزين الاجابه عليها موجزة ومركزة هنسأل مين القارئ اللي تعتز بيه وتعتبر نفسك استفدت منه بتوجيه او بنوع من التأثر بيه او حاجة زي كده الإجابة مركزة وفي دقيقتين مثلا او ثلاث دقائق في القراءة او في اي تصرف اعجبك وحبيت تلتزم به في تصرفاتك وفي حياتك انا اقول لكم بصراحة كان في واحد في طنطا اسمه الشيخ عوض يا ساتر وكان في واحد في طنطا اسمه الشيخ محمد عامر الشيخ محمد عامر ده كان استاذ وكان استاذ كويس قوي والشيخ عوض كان قارئ كويس بس لما جيت مصر انا كنت احب عم الشيخ رفعت وعم الشيخ فتاح كان يقرا دور كويس قوي كان يقرا دور كويس جدا وكان الشيخ رفعت كان كنت بحبه جدا بس ما تأثرتش بحد منهم انا كان لي طابع خاص الطابع ده بقراه لغايه دلوقتي لو سمعتني سنه 40 او 35 او 30 تلاقيني بقرأ زي ما انا كده بس ما كنتش ادري دي نغمة ايه دي رايحة فين دي جاية منين ما اعرفش اللي علمني السميعة اللي علموني ازاي دي وازاي دي وازاي دي بس هنبدأ بقى من القراء القدامى اللي من مدرسة المعاصرة لفضيلتك يعني اسم القارئ والميزة اللي كان ينفرد بيها اسم القارئ والميزة التي تعتبر أنها موجودة فيه ولا توجد فيه غيره أنت تحرجني الكلام ده معنى ولا له أي لا يا فندم يا خبر لا 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 شوف اسمع أنا بسمعهم جميعا والله مش محاباه او بقولها كده اتخلص من هذا السؤال الا اني انا بحب اسمع كل واحد انا مره بيقرا عم الشيخ
علي حسين في كان هو دايما يقرأ الصبح وبيقرأ سورة الانفطار وبيقرأ وجاب جواب جميل وامتزاعي. ولادي بيحسبوا بقى ان انا ايه في نايم ولا حاجة. كانوا موطين البتاع ده وانا سامع بقى لما سمعت ده. وكان بيقرأ عم الشيخ علي وحود على يا أيها الإنسان وما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. والله في وزني الآن ومبسوط جدا منها. قلت يا ساتر. فتحوا علي الأوضة قالوا لي مالك. قلت لهم لا ما فيش يا خسارة. ومشي على طول لأن كان زمان ما فيش إعادة ولا يعني مش بقولها علشان قاعد الشيخ ابن مصطفى ولا حاجة. يعني دي بسطتني جدا وكنت أنا مبسوط. والشيخ محمود البنا ده كان في أول ما طلع كان يعني كويس وما زال كويس للآن. لا يعني كان في أول ما طلع كان بيقرأ حلو كده وأنا كنت بستمع إليه وكنت أحبه جدا. شيخ بيعرف طنطا ولا فين؟ لا كان بيعرف إذاعة هنا. في إذاعة ما أصله عفريت ده. من أول ليلة اللي كنت سهران فيها مع أبويا أشهر أصحاب بعد الملك اللي كنت سهران فيها معاي. نعم الليلة كنت سهران فيها مع أبويا الله يرحمه. لا ده كان عم الشيخ علي كان سهران وياي في المنوفية عند عائلة اسماعيل راضي. وجه هناك كانوا بيحبوه. هناك شيخ قراء بيحفظ قراء كان ينبسط من القرآن عم الشيخ علي قوي ولا أنا ولا حاجة. وبعدين هو قاعد يسمع كان بيقرأ فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فغضب الله عليه. بيعرف سورة النساء. وكان عم الشيخ علي حروفه حلوة كان بيقرأ كويس. سيدنا الشيخ قاعد متطور لأنه هو بقى بيعلم ويقول له العين منين والقاف منين واللام منين وشغلانة في شغلان. وعم الشيخ علي كانت حروفه كده كان كويسة. فقعد يقرأ وبعدين هو مبسوط منه. أما فيه جنبنا شباك كده وفيه عجل كده صغير بقول أم عم الشيخ علي قال لي على حد مصهر هنا. عظيم. طيب وصية يعني من فضلتك وصية خلاصة تجارب لقارئ جديد ناشئ توصيف به واحد يعني دخل إذاعة جديد وبيشق طريقه في الحياة لخدمة القرآن الكريم وحصيلة التجارب بتاعت فضيلتك. عايزين لا صحيح ده كلام أنا عايز أزيعه كلام نستفيد به. فأرجو أن احنا نلتزم الهدوء لأنه دي جلسة لا تعوض. ويمكن أنتوا فاهمين أن دي كلام بيذكر كده والسلام لكن دي جلسة عظيمة جدا وعايزين الخبرة بتاعت 50 سنة اللي مولانا مر بيه يركزها لنا ويستفيدوا منها الجداد. قارئ جديد تنصحه بإيه؟ أولا أنصحه بتقوى الله أولا ويتق الله في قراءته ومخارج الحروف تكون مظبوطة. ما يتلعبش الحروف ما يحرف فاش. لأني بسمع ولا أنا مثلا يعني أجيب سيرة حد. امبارح كنت بسمع وحاجات كده وبتاع ولقيت واحد يعني حرف خالص. يعني لا يصح أن يعني يكون موجود شيخ ويكون مثلا موجود ومن سيادنا الأفاضل اللي كانوا بيعلمونا زمان وده لازم كان يقوم يضربه بالصرم ويعضه. فأنا أنصحه بالحروف تكون مظبوطة والوقف يتعلم يكون مظبوط ويتقي الله في القرآن. وقبل ما يقرأ لازم يكون عنده خشوع وتواضع وإلا لا يفشل. لأني أنا والله لغاية وقتنا هذا بخش الحفلة واليوم اللي تلاقيني فيه بكهرب بيكون عندي سهرة في الليل في حي بلدي ببقى حامل همها وقاعد حامل هم الليلة وقاعد حامل السميعة. ما أنا عايز أرضي الناس وأرضي ربي في الوقت نفسه. وبعدين أنا قبل ما أقرأ تبص تلاقيني يمكن تلاحظني وأنا قاعد كده بقول يا رب اقبل مني ما أقرأه
اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا واجعل القراءة لله سبحانه وتعالى، واقبل مني يا رب ما أقرأه، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقرأ. خلي بالك سيادتك، والواحد أنا بقول القارئ اللي ما عندوش إلمام بالنغم دي لا يعد قارئ. هقول لك ليه، هو يمشي مظبوط، الحروف مظبوطة والوقف مظبوط والابتداء مظبوط، صوته جميل وبيقرأ ببياتي ويطلع من البياتي على الصبا وبيطلع من الصبا على كذا وبيقول كذا وبيقفل كذا وجدع وحلو ويقول كويس، دي حرام. انا قلت انا في اوتوغراف، عملت جلسة اوتوغراف والحين تسمعوها كلكم في لحتيجي يعني، والحين تسمعوا مني هذا الكلام قلته بالضبط وقلته بالحرف اللي انا بقوله ده. قلت القارئ اللي بيقرأ بالنغم يقرأ زي ما هو عاوز، بس على شرط أن القرآن له حدود، وقف سليم، ابتدى سليم، الحروف مظبوطة، لا يغير من كلام الله شيء، لا يتلاعب في نفس القرآن، لا يمشي مظبوط وبيقول نغمة. يعني مثلا احنا بنتكلم دلوقتي من نغمة بس ما حدش عارف قرآن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وبعدين أنا أروح أبص ألاقي شيخ راح الكويت ويقعد يقرأ هناك، يجي مكاتبين جرائد يسألوه عن مصطفى إسماعيل، يقول لهم مصطفى إسماعيل راجل فنان بس بيتلاعب في القرآن وبيغني في القرآن. طب أنت إيه اللي عملك يعني؟ أنت تمسك على مصطفى إسماعيل لما تسمعه صلى على لا 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 ما فيش حد، لما تسمعه وتشوف حروفه وتشوفه بيقول ايه، خليه يقول بياتي وشوري ورصد وصبا وكله. انا لما امتحنت على الشيخ لما جيت اقرا السوره في الازهر، تعرفوش التاريخ ده، انا ما قدمتش وزاره الاوقاف علشان اقرا السوره، اللي قدم واحد اسمه فهمي وواحد اسمه الشيخ احمد الشيخ ابراهيم شحاته، راحوا قدموا طلب وزارة الأوقاف باسم واللي كاتب طلب الماضي مصطفى إسماعيل. جه الشيخ المقاري قال لك دي فرصة كويسة، اللي هو الضباع قال هاتوه، كلموني في التليفون وقال كذا وكذا عايز يفترسني. أنا زي ما قلت لكم طول حياتي ما عنديش أسعد من أني أنا واحد يكون شيخي وراضي عني، أسعد يوم ما اتكاش عليه واغضبه حتى انه يدعي عليا. ودول ناس اصلهم متصلين بالله وناس خدموا القران ولهم فضل، واحنا بالنسبه لهم لا شيء، مثل سيدنا الشيخ الضباع، مثل سيدنا الشيخ درويش، مثل سيدنا الشيخ زيد وعبيد، من كمان سيدنا الشيخ سيدنا الشيخ الجريسي، سيدنا الشيخ عبد العزيز الصحار، الجماعه دول لهم فضل، لهم فضل، ما نغضبش دول ابدا، لازم يدعونا بخير. فجي واحد قال لي انت لا هتقدم وتروح للضباع، ده لا عايز يعمل فيك ويعمل فيك. قلت له راضي، لو كنت مقصر اتعلم، لا هقول له علمني، سمع لي ختمتين ويكون راضي، ويكون راضي واستفيد. انا اغص عليه ايه؟ قال لي اخي لو رحت السرايا وصحيح ده السرايا لما دريت بعد انا ما رحت سيدنا الشيخ علي الضباع من ضمن التعليم، الشيخ الفتاح القاضي بصيت لقيته قال لي انا الحاج معاك. قلت له تعالى، لا ده عايش، قال لي تعالى، قلت له حاضر. رحت قال لي مش عارف فتاح، قال لي تعالى، قلت له انت رايح فين؟ قال انا رايح عند الشيخ وياك الشيخ علي الضباع، ده انا دريت بكذا وكذا عايزين يسقطوك ويوحلوك وده مصحش وده كذا وكذا واحنا ماشيين. قال لي يا اخي ما تجيش تدخل عبدين تخليه يدوله تليفون خليه يخلص وزاره الاوقاف ويقلب لك الدنيا دي كلها. قلت له لا، أنا عايز أروح لسيدنا الشيخ نفسه، إذا كنت مقصر يعلمني. ورحت له قال لي التقيت عم الشيخ خالد مكهرب كده، عمال يرتقي لما شافني، قال لي أنت عمال تقرأ لي وتقول مستقر مستقر مستقر. قلت له بدي أنا أتعلم لسيدنا الشيخ، أنا على كل حال يعني تلميذ لغاية وقتنا هذا وقابل للتعليم، هي تبقى كذا، قال لي يبقى كذا، حاضر. تعلمت منه برضه حاجة زي كده لأني أنا ما كنتش عارف يا مستقر، كنت أقول مستقر
ما مش عارف اخر ايه وعمال اقوله ما هي من ضمن التعليم. وهنا الواحد ما يتعلاش، لازم يقرب كل شيء، لان انا بكلمكم حاجه للتاريخ. فانا لما قال لي عشان يستقر استقر، وبعدين قال لي لا هي مستقر وكذبوا وتبعوا هم كل امر مستقر لانها مشدده. حاضر يا سيدي. وقال لي قال لي طيب يا ابني فتح الله عليك، وهدي الراجل. قال لي ربع مش هفتحها جنب كده؟ لا قريت له 10 برضه انك قريت 10. ما انا جاي لك اهو. قال لي بقول لي ربع. امال ربع يعني لحق ايه؟ لحق كل يا مولانا. معلش مستعجل الراجل مستعجل. قال لي ربع. عم الشيخ محمود قلت لي بقول لك روح. اه لا قال لي ربع. قلت له حاضر. ربعت. قال لي وترى الشمس اقرا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كفين. فقرات اي تنك مجوده. قلت له كده ولا قال كده؟ قال لي مجود. طيب قريت شويه وبعدين قال لي واذ قال موسى لفتاه. قرات شويه برضو مجود ومشيت شويه لقيت ثلاث اربع خمس ست ايات. وبعدين قال لي طيب ده تعال اهو انت كويس خالص. طيب قول لي ولو روحناهم ولو رحمناهم. كنت انا وعم الشيخ فتاح القاضي قاعدين قرينا الصوره دي قبل منها باسبوع وقاعد يسمع هالي بالحرف الواحد. هو قصد لا عم الشيخ علي. عم الشيخ علي ما يعرفش. عم الشيخ علي ما يعرفش بان انا وهو كنا انا بنقرا قرات الصوره دي انا وعم الشيخ فتاح. بس وعم الشيخ فتاح هو اللي عارف. فقال لي اقرا يا ولد. عم الشيخ فتاح قلت له قرات. قال لي طيب آخر سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قرأت شوي وجاب لي كويس كده ما هي العشور اللي بيقولها المشايخ. وبعدين جه قال لي طيب قول ومن يعش عن ذكر الرحمن. عم شاف فتاة القاضي قال له ده بقى ما تتمسى بقى بصطبع ولا صبح ايه الحكاية دي. قلت له لا نقرأ برضه. قرأت له آيتين ثلاثة. قال لي كويس خالص. طيب يا سيدي عم شاف تعلو بزيادة بقى وما تقفش تقلب دماغنا كويس كده. قال له طيب يا سيدي زي بعض. قلت له ولع سيجاره بقى. قال لي ولع سيجاره. ولعت سيجاره كتب. قال لك يعني ده كذا وكذا واللي كتب وكتب وخلاص يعني معناها ان يقرا الصوره ونجحني. جه حتى ايوه اللي انا عايز اقوله ايه. هو سالني قال لي انت تحفظ ايه من النغم؟ هنا بقى السؤال اللي بقول لكم يعني. قلت له والله النغم ده هو يعني متعلمته جديد يعني لما اقرأ. قال لي طب اقرأ لنا شوية كده من بياتي. قرأت بياتي. قال لي تعرف تقول سيكا؟ قلت له يعني قرأت سيكا. قال لي تعرف تقول مش عارف ايه؟ قلت له. قال لي ده انت كويس خالص. طيب يا طيب مش عارف فتاح. وامني قعدت شهر انتظر من وزارة الاوقاف تبعت لي تقول لي تعال اقرأ السورة ولا انت عملت ايه ولا سويت ايه؟ مفيش. اتاري المشايخ هنا كلهم طلبوا النقلة إلى الأزهر اللي هنا واللي هنا واللي هنا عايزين يقول أزهر. وصلت لغاية ما راحت الأمير محمد علي بعد كرت. ووصلت كمان لغاية ما جه كرت من بشوات ووزراء وبتاع. وبعدين قال لي واحد جه قال لي الله يرحمه ويحسن إليه اسمه الشيخ سماعيل الأشلان. قال لي اسمع بقى. قلت له نعم. قال لي أنت هتطلع السماء تنزل الأرض حاجة من الاثنين. أنت قاعد ساكت الصورة هتروح منك وبيشنوا عليك وبيقولوا الشيخ الضباع بيقول كذا وكذا وما نفعش ومش ما نفعش. وهل الأزهر دي كانت أول صورة تعلم فيها فضيلتك؟ لا ده كان فيها قراءة. لا ده كان فيها سيدنا الشيخ الأول سيدنا الشيخ الجريزي كان بيقرأ افتكر فيها أو سيدنا الشيخ محرز كمان بعده سيدنا الشيخ مش عارف يعني ده كان شيخ كتير. وكان الأزهر ده بركة. أول تعيين لفضيلتك في الأزهر على طول ولا تعيين في جامع تاني؟ لا في الأزهر على طول يعني. في الأزهر على طول. وبعدين انا من ضمني لما الكلام ده قال لي روحت مغموم. انا مش عايز ارجع للسرايا دي. كانت مراتي سنه ما اتجوزتها 31 قالت لي بان انا رايت لك رؤيه بانك تعينت في الازهر. قلت لها تعينت ايه؟ شيخ رواء؟ شيخ فراشين؟ قال تعينت ايه؟ شيخ اسلام؟ وقعدت ارقص لها في الاوضه واقول لها ايه الحكايه تعينت ايه؟ قالت لي ما اعرفش. اهو الناس قالوا بان الشيخ مصطفى تعين في الازهر وبس. وراحت الايام. الكلام ده قبل ما اروح مصر ب 15 سنه.
راحت الايام جت الايام فبصيت لقيت بيقول لي ايه اللي انا قاعد بقى انفخ في السرير. هي نايمه في السرير كده ونايم في السرير كده، كان زمان كده سريرين بناموسية. انت فاكرهم يا ابن الكلب؟ تحزن. وبعدين يا سيدي بصيت لقيت ايه، قالت لي يا راجل نام، كنا احنا بقى قربنا على الفجر، يا راجل نام انت ما انتش فاكر باني انا رأيت لك رؤية بانك انت تعينت في الازهر؟ قلت لها نعم، وانا كنت راحت بقى لي 15 سنة انا فاكر ايه. وبعدين قالت لي ماشي انت رأيت لك رؤية؟ قلت لك قلت لها نعم. قومي بني الساعة كام؟ قلت لك كذا. قلت لها قومي بني. قمنا اتوضينا وصلينا وعملتنا الفطار وفطرت، وعندي عربية عنطور، قلت كنت في البلد، قلت للراجل العرباجي قلت له جاهز الحنطور، جاهز الحنطور. والعيال دول كانوا في المدرسة من ضمنهم عاطف وركب ومراح ويا طنطا، وانا نزلت من طنطا على ايه؟ على مصر. رحت بقى على السرايا رأسا، دخلت لمراد باشا لحسني باشا نظر الخس الملكي، حسن باشا حسني سكرتير خس الملك الله يمسيه بالخير لسه عايش. وبعدين يا سيدي فبصيت لقيته رحت له قلت له الموضوع كيت وكيت 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 وكيت. قام طالع قايم من على المكتب وجاب كرسي وقعد جنبي وقال له خد سيجاره. قلت له ما بشربش. قال لي لا انا شفتك بتشرب سيجاره. خدت السيجاره وقام ولعها لي وهو واقف. قمت انا قايم واقف انا راخر وبتاع. قلت له متشكل. قال لي حاضر يا سيدي. وقام قاعد على المكتب تاني وطلب. كان في واحد اسمه دمرداش باشا كان وكيل وزاره الاوقاف، وكيل اول وزاره الاوقاف، تكلمه قال له الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا، قال له كان كذا وكذا وكذا، قال له لا ده مش مصطفى مش عارف ايه وبتاع ايه ده هو كذا وكذا، قال له كلم الوزير بس اللي احسن ده فيه دوش، قال له كلمه انت، كلم الوزير انت قول له الشيخ مصطفى يتعين اليوم. فكلمه رد عليه في 3 دقائق. قال له خلاص يا فندم. قال له مدير المساجد فين؟ قال له جيب الدفتر ويجي هنا فورا من السرايا. فجيت الشيخ عبد الله المراغل لقيته جاي وعمته الكبيره دهيه وداخل والعرق عمال يصر. قال مبروك يا هشام مصطفى مش عارف انت مش عارف. وهم بقى شغلانه. وبعدين الغرض والسلام. وقلت يا رب ما هو واحد قال لي طب انت ما لجأتش للسرايا في الاول؟ ما لجأتش للسرايا في الاول انت؟ وكمان ايوه من ضمن الكلام اللي قال كمان بتمتحنوه. لا هي السرايا ما بتسمعش، امتحنوه ليه؟ هو كان بيقرأ رمضان، كانت سنة الكلام ده كان 46، قال له قرأ سنتين وكان بيقرأ كويس كل حاجة، انتوا عايزين ايه؟ سلطة الكافي دي ايه؟ بس وتعينت فيها ورحت. كان يوم الخميس، قال له اليوم يجي، اليوم يجي. ومضى وهو قاعد عندي حسني باشا كان اخوه الشيخ عبد العزيز في المراغي، كان 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 امام الملك. فجه حسني باشا طلب قبل ما يجي المراغي طلب الشيخ عبد الله الشيخ عبد العزيز، قال له تعالى المكتب. دخل قال له شوف اخوك يا سيدي، شوف اخوك عامل ايه في الشيخ. قال له عامل ايه؟ قال له كذا. قلت له كذا وكذا وكذا. قال اعوذ بالله الشيخ بقى عبد العزيز اخدها اصله مش عارف ايه وبتاع وايه غتوت مش عارف ازاي وبتاع. فجي الشيخ عبد الله والغرض وقالوا لي بكره الجمعه تقرا الصوره. كلموا المأمورية الاوقاف في سيدنا الحسين، قالوا مكنوا الشيخ مصطفى اسماعيل لقراءه الصوره بكره في الازهر لانه بقى مقرئ الازهر. طيب يا فندم. رحت تاني يوم بقى الشاهد اللي شفته شيء بالشيء يذكر، وده تاريخ واقسمت لكم يمين الشيخ بالشيخ يذكر. فبصيت لقيت واحد مستنيني على باب الازهر ذو لحيه جميله. لا ده في اليقظة يوم الجمعة وانا داخل ولابس كده جميل في شكل جميل، وقال لي انت جيت؟ قلت له قال لي تعالى. خدني من ايدي وتنتني ماشي 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 وياه لغاية الإبلة القديمة، مش الإبلة الكبيرة اللي بنصلي فيها، الإبلة القديمة. قال لي صلي كل ما تيجي صلي ركعتين هنا، لأن دي فيها كل شيء، فيها البركة وفيها سر الأزهر وفيها كل حاجة، صلي ركعتين هنا. قمت مصلي ركعتين. وبعدين انا انبسط اشوف الرجل ده تاني، ما شفتوش تاني ابدا ابدا.
ما شفتوش ابدا. سبحان الله. طيب. الله يخليك. وبعدين المهم يعني انا شفت كتير، انا شفت كتير في مصر وحاربوني كتير قوي، ولكن انا ما كنتش ولا هنا. كنت اسمع على ان واحد بيقول كذا وكذا وكذا، اقول طيب اذا قابلته بعد ما من قال لي الكلام ده بربع ساعة بقابله، ان كان كبير عني ببوس ايده، وان كان مش كبير عني بقول له ازيك يا اخي تعالى نقعد شويه في الحته الفلانيه، واقعد معاه كده. ولا انا مالي، جايز اللي بيقول لي ده بيلخبط، وجايز اللي بيقول لي ده مش عارف ايه، انا ماليش دخل بحد، انا لي الظاهر والخفي على الله. فانا يعني ولوقتنا هذا لن اذكر باني انا ازيد شيخ ابدا. في جماعه كلموني من بورسعيد علشان ليله هناك، كان محمد بيه سرحان ابو السيد سرحان ده المحافظ، وقال لي لطفي باشا عامل ليله مش عارف ليله 40 ايه، تعالى. رحت التقيت جنب مني واحد شيخ بسمعه من بره وانا داخل على الصوان، كان بيقرا، راجل كبير في السن انما بيقرا بالقراءات العشره ومتقن وحاجه حلوه قوي ومكيفني قوي. دخلت رحت ببص له كده، لقيته غلبان خالص، جبه بتاعته مقطعه كده وحالته عبره وفقير. وبعد ما خلص طلعت قريت جنبه شويه، قلت له والله ما انا عارف تيته ده، ليه اول مره بشوفه. انا رحت هناك كان في هناك واحد مشهور اسمه سيدنا الشيخ ايه، على سيدنا الشيخ ايه، دول كانوا مشهورين يعني وعارفه، انما ده هو لاول مره بشوفه كده وراجل كبير في السن. فبصيت لقيته لازم الشيخ محمد حسين. لا الشيخ محمد حسين ده بتاع الشرقيه العرب. لا 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 انا بكلمك في بورسعيد، ده اصل الراجل ده من بورسعيد نفسه. فبصيت لقيته هو قاعد بيقول لي كذا وكذا وكذا، قلت له طيب. فجيت قريت الليله، وبعد ما خلصت الليله جه محمد بيه سرحان بيدي له 2 جنيه وانا كنت في ذاك الوقت باخد 100 جنيه، فاداني 100 جنيه وبيدي له 2 جنيه. قال له طب يا سيدي متشكرين سعاده بيه متشكرين كتر خيرك. قلت له ادوا لك كام؟ قال لي 2 جنيه اهم هم بركه، اروح اجيب شويه سمك بكره لوليه واجيب لها جلابيه. قلت له طيب. قلت له محمد بيه؟ قال لي نعم. قلت له تعالي. جه قلت له هات قول لي عبد الرحمن باشا لطفي بيقول لك الشيخ مصطفى هات 10 جنيه. قال لي حاضر. راح قال له بيقول لك الشيخ مصطفى هات 10 جنيه. قال له حاضر يا فندم اديله، خلي فلان يديله. فجاب لي 10 جنيه اديتهم للشيخ، وانا اللي فيه نصيب حطيته عليهم وقلت له اتفضل يا سيدنا الشيخ. بعد منها باسبوع طلبوني برضه، قلت له مات الشيخ محمد ده معايا، كنت انا واخد له معايا بقى لا مؤاخذه بدله كامله من كاكولا من قفطان من طربوش من فانيلا من كلسون. لا هو كان كويس كده، كان يعني في حدوده كده. ها ما اسمع اقول كان اكبر منك بشبر. بس مو شعرد منك يعني. المهم كانت البتاع ده رحت وطلبته في الظهر، طلبته الظهر وقلت له ما تخلي الشيخ محمد يستناني في اللوكاندا في اللوكاندا الفلانية. كان عبد الرحمن باشا محسن، كان عبد الرحمن باشا لطفي كان اللوكاندا دي تبعه، كان قال لهم عند الشيخ ما يجي في بورسعيد في اي ليلة تحجزوا له غرفة نمرة كذا. الغرفة دي عبارة عن صالون وأوضة نوم وأوضة سفرة وجناح، جناح كامل. لغاية دلوقتي مسجد عبد الرحمن لطفي من اكبر المساجد. ايوة ده احسن مدى احسن مسجد بورسعيد. وبعدين رحت يا فندم التقيت الشيخ محمد واقف على باب اللوكاندا مستنيني، فدخلت على اللوكاندا وخدته معايا فوق، وقلت له خد البدله دي روح بقى بيتكم استحمى وانبسط وهيص وعمم العمه زي ما انت عاوز وبس البتاع ده، والجزمه بتاعتك ايه مش كويسه؟ قال لي لا الجزمه وحشه. قلت له خد جنيه اهو وانزل هات لك جزمه. راح جاب جزمه ب 45 سنه النهارده تسوي لها 8 جنيه والغرض والسلام. وراح وجيه اخر وجيه الليل بقى مدندش وقاعد يقرا، ولما شافني يعمل القفطان كده وقال لي مش عارف ايه وبتاع وايه وهيص. لا والله سؤال يا سيد الشيخ. نعم سؤال يعني فني في القراءه. انت ذكرت الشيخ محمد سلام وكنت بتتخانقوا سوا. اذكر انك اتخانقت مع الشيخ العقله مره ومع الشيخ جبله مره.
حشيش وقلت القراءات مش عارف ايه وهاتوا فيه بتاع البلد يوصل بيننا وبين الشيخ. والله كان بيقرا كويس. لا ده ما كانش فيه خلاف، بس الشيخ قبل الله كنا بنقرا سوا في ميتم في سيدنا الشيخ مصطفى البرول في المنوفية، بلدهم بتاع بتبس. وبعدين انا قعدت اقرا، ربنا تجلى علي قوي. هو جه في الاخر كده قال انت تنك تقرا لي امتى والعين نختم امتى ونسوي امتى والعين نتعشى امتى وننام امتى؟ ما تقرا ايه ده؟ هنتعشى امتى؟ انا بالمناسبة بنحكي الحكاية دي. فبصيت لقيته بقى جه تاني مرة، رحت برضه هو قال لي كده وشتمني، ورحنا قايمين ورحت انا هو نام، قعدت ابوس في ايده وابوس في راسه اقول له معلش غلطت لي، بكره اللي هقرا لك بس نص ساعه وانت تبقى تقرا كيف. وبعدين فات الميتم ورضيته وبست ايده ومشي. الشيخ العقلي رحمه الله عليه كان نكته، رحت اقرا قعدت اقرا في ميتم، لا ميتم عند الحسين. قرينا العصر شويه وفي الليل شويه وصباحنا الصبحيه بقى الضحى، بيجيبوا الصواني اللي تركوا عليها مغطيه بالمكبات، وكل واحد من عيله ابو حسين يجيب الصينيه وعليها ديك رومي، الا الصينيه بتاعت مين؟ بتاع الميته، يجيبوا الضلع لانهم بيذبحوا شمبالي. وبعدين قال لي مصطفى واحنا رايحين نصلي الظهر، بعد ما قال لنا كل واحد شهر واحنا نصلي الظهر في الجامع، قال لي مصطفى قلت له نعم، قال لي قعدني على 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 صينيه يكون فيها ديك رومي. قلت له طيب حاضر حاضر. كان اكول يعني كان اكل اكل وبعدين ومن انا دخلت انا وهو مشينا قعدنا بره السفره لغايه ما قالوا اتفضلوا، ما حدش يخش اوضه السفره لما يقولوا اتفضلوا، اتفضلوا يعني كل واحد صنيته وبتاع زيده والصينيه والخدام بتاعه، واحد شايل الابريق واحد شايل الطشت وفي الخدمه والفوط على كتفه، كل صينيه تيجي من عزبه من عند اي واحد كده بالشكل ده. وبعدين جه قال عبد الله والشيخ الاولى بقى دخل كده ومشي قدامي، مشي سبقني بخطوتين، جه عبد الله بيه الصينيه بتاعته في الاول كده على الشمال، جه قال شيخ مصطفى قلت له اقعد، ما هو لما يقول لك اقعد يعني تقعد، لان دول يعني ما فيش حاجه اسمها قلت هنا ومتشكرين، ده كلها جايبين علشان الضيوف يعني تقعد ما فيش فيها كلام. فقعدت الشيخ العلا راح قعد في اخر، اتيجي الصينيه اللي هي بتاع الميتم بتيجي قدامه اللي فيها الضلع، وهو ما بيحبش اللحم، يقول انا ما كنتش اللحم انا باكل الفراخ، كان يقول كده. ايوه فدخل وقعد وربط الفوطه على رقبته كده وقعد، لا ده كان فتح، وربط الفوطه كده واستعد. وبعدين عبد الله بيه بص كده قال خلاص، قال له خلاص، قال شيلوا على كله، كل واحد من الخدامين اللي شال مكبه وده شال مكبته ومشوا راحتهم هناك وقفوا في الخدمه. العود العود بيبص كده لا ضلع، اتفتت ايده قام قايم كده قال مصطفى مصطفى، قول يا مصطفى، اقول له الله نعم تعالى يا شيخ محمد، قال انت فين؟ الراجل يقول اقعد يا استاذ اقعد، قال انت بتندهلي؟ قلت له طب تعالى. عبد الله بيه قال لي ايه؟ تعالى يا شيخ يا عقله، تعالى يا شيخ يا عقله، تعالى اتفضل تعالى اتفضل. ورجع اعتذر لصاحب الصينيه قال له لا مؤاخذه اصل المشايخ لازم ياكلوا جنب بعض يا سيدي لما فجاه انا قعدت بقى عبد الله بيه قال لي اسمع يا شيخ مصطفى، قلت له نعم، قال لي العقله جنبك اكله، خد اديله، كان يقطع البتاع ده واديله صدر ياكل، اديله حته من صدر ياكل، اقطع له الحته بتاعت الطبله دي ياكل، يبلع كل وانبسط. وبعدين قمت بقى روحنا بقى دخلنا جوه ننام لنا شويه على ما تيجي العصر. قال له ازيك يا عم شيخ محمد؟ قول لي اخلص ايه من الكلب. يا عم الشيخ محمد انا بقول لك اخلص، مش عارف ايه بتاع ايه، انت مش عارف ازاي؟ قلت له والله انت خدت بعضك ومشيت كده، ولما تقعد عند الصينيه ما اقدرش اقول لك قوم لان دي تبقى عيب عندهم. فالمهم اتصالحنا، وجه ميتم كمان في طنطا، وكنت سهرانين سوا انا وهو،
قعدت اقرا من اول سوره يا الرسول لا يحزنك بتاع البقره. أم هو جاء أرى ورايا قال المائدة قال لي أنت بتبتدئ لي وأرى ورايا وكويس وأرى وخلاص وبعدين خدت بعضي وتلفت ماشي وطلعت. الميتم كان قريب من قسم أول قمت أنا طلعت كده لقيت عسكري واقف بقول له عسكري. قال لي نعم. قلت له الراجل ده هو بيشتم وهو طالع بقى يشتم يقول لي إيه الكلب مش عارف إزاي بتاع إيه. قمت أنا بقى قلت له طيب يا عم الشيخ محمد ده الله يسمعك لان راجل قد والدي ما اقدرش الله يسامحك يا سيدي. وبعدين بصيت لقيته بيقول لي كذا وكذا وكذا. وبعدين العسكري ام هو قال للعسكري لا لا دي ابني ده انا بهزر وياه وانت يعني مش عارف ايه وانت او ايه وهو غضبان. ومشينا لحد قسم اول وقلت له اتفضل يا مشيخ محمد معزمه في القسم ونخش سوا. لا مشيخ محمد اتفضل انا مبسوط وبهزر وياه. وبعدين قال لي مشي شويه لما سابنا كده القسم بقيمه يعني شارع قال لي نعم ابوك ابن كلب وطار وطار مشي طار. حسن ابنه قبله قلت له يا مش حسن قلت له خلصك ابوك اشتمني وكذا وكذا وكذا. قال له ليه يابا بس الغرض نقفل اصل عايزين الاكل لانه سخن اكل بارد. طيب خلاص الا نعم 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 الاجابه على السؤال بتاع الشيخ محمود هنسمعه بعد ما لا 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 بس النمره بتاعت الشيخ بس خلاص خليه خليه. نعم يا سيدي ما فيش ليله رحتها وبقى بيتوك تاني ليله. اه فين دي لا لا ده متابعينك دي قريبه هي حصلت في المنزلي. اخو محمودش الباية توفى وطلبوني اروح لهم يوم الخميس. قام جه ابني يوم الاربع وقال لي لا ده الميتم النهارده. قلت له يا ابني ده عمك مكلمني على الخميس. قال لي لا ده النهارده الاربع. وسافرت معاه ورحت. قاموا هم قابلوني اهلا وسهلا وقعدت المغرب جه العصريه لهم عادة شوية عشر كده العصر. فقعدت استنى العصرية مفيش المغرب مفيش العيشة دنت. واتقيت محمود شلباية يجي يقول لي كذا. قلت له ايه الحكاية انت مش عامل الميتم؟ قال لي شوف ولا بالعربي الميتم بكرة. يا خباري سويد عليك وعليك لسه ما جاتش الغرض والسلام. وبعدين اشكر الحاضرين. لا سؤال واحد بقى يعني. اقول سؤال واحد بس. مفيش مرة يعني مثلا يعني خدت مقلب في سهرة حد طلبك مثلا سهرة وخدت مقلب؟ حصل دي حصل. لقيت الدنيا شتا ورحت ما حاجة؟ لا ده انا رحت ميتم في بلد اسمها دنجيه طلبوني وقالوا لي تعالى بلد اسمها دنجيه مركز شربين. رحت الميتم ودخلت في حارة كده ومشيت شوية التقيت الناس يعني كده. وبعدين واحد بيقول لي ايه الله انت جيت لي نفس صاحب الميتم بيقول لي انت جيت لي. قلت له يا عم تكلموني بالتليفون وقالوا لي تعرف ميتم؟ قال لي لا حد اللي قال لك ولا حد عاد لك. وانا مسافر منين؟ انا كنت ايامها في طنطا يعني. وبعدين انا مسافر من طنطا الى بعد شربين مراري. والاستاذ طيب يا فندم متشكرين جدا. وقفت على السكه الزراعيه العربيه اللي جابتني مشيت. وقفت استنى واحد معزي يطلع واركب وياه لشربين. استنيت واحد وقال لي تتريح فيه. قلت له مروح. قال لي ليه؟ قلت له يا سيدي اللي دعاني اداني مقلب وجاي الراجل صاحب الميتم بيقول لي كذا. قال لي لا لا تعالى. قلت له احلف لك بالطلاق لو انت عملت المستحيل ما انا رايحه الميتم ده خالص لا يمكن باي حال من الاحوال بس يلا بني. ورحت هناك عند واحد اسمه الشيخ سالم السابع كنت بسهر عنده رمضان. وشربين دي اللي علمت نقرا اكثر. فروحت هناك فبصيت لقيته بيقول لي انت جيت ليه؟ قلت له كذا وكذا وكذا. قال لي اخص عليهم الكلاب ولاد الكلب استنى بقى. قلنا وكنا في الصيف. قال لي تعال عندنا باميه كويسه ورز وتعالى لما اجيب لك تتغدي. قلت له تعرف عايزني اكل وابقى مبسوط؟ قال لي اه. قلت له هات لي فسيخ. قال لي كل الطبق الباميه وابقى حل بالفسيخ في الاخر برضه. وجاب لي فسيخ وجاب لي ماما وانبسطت ونمت وانبسطت 24 قرات. وقال لي العربيه قايمه هي على طنطا في واحد ريح طنطا من التجار كان هنا وانا قلت له واركب معاه.
لسه الحركب جه واحد بيقول لعم الشيخ سالم عم الشيخ سالم قال له عايزين الشيخ مصطفى اسماعيل. قال لي اشوف انا الحق اشوف اللي مشي احنا لسه بنركب. وبعدين جاء قال لي تعالى كلم ابويا. رحت قال لي ده فيه ميتم بكره في محل مش هيا جنبه. خلصت الميتم قبل ما خلصه وانا نايم عند الشيخ سالم قالوا لي برضه في ميتم مش عارف الفلاني. وليالي الواحد لما يقعد يحكي لكم يحكي لكم على ايه. ونشكر الحاضرين و... نعم مش شغال ولا حاجه مش مصطفى نعم دلوقتي احنا خلصنا حديثنا الحمد لله ونشكرك يعني الاخوه كلهم نعم. واعتقد بقى ان دلوقتي يعني الصوت سخن ومشي لا دلوقتي لا معلش لا معلش شوف انتوا ناس شوف هقولك بقى انتوا سميعة وعارفكوا كويس فاللي بده يسمعني ما يسمعنيش ايتين او عشر او عشر دقايق لا 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 ما تنفعش لا ما تنفعش ان شاء الله يوم الجمعة الجاي او الحفلة التانية ما هو هيعمل لنا دايما حفلات هنا الكوارع شغال. وانا اشكر الحاج حسين فرج اشكره جدا على هذا اللقاء اللي انا كنت اتمناه من زمان والله اشكره جدا. ونعمين بعد اذنك يعني احنا باسم الاستاذ حسين بنشكر فضيلتك وبنشكر كل الاخوة الحاضرين اللي شرفونا ونرجو ان التقليد ده يكون فاتحة للقاءات ثانيه ومتدامه ان شاء الله. وانا يعني مع احترامي للجميع بطمع ان يكون التشريف ده لي انا في بيتي وانا برضو من اخوات الاستاذ حسين الصغيرين الله يخليك وارحب فيكم جميعا وبجميع من تدعوه الوقت اللي حدده فضيله الشيخ مصطفى اسماعيل. طيب يا سيدي ويعني ارجو ان الدعوه دي تكون مقبوله ان شاء الله. وفي الوقت اللي انتم تحددوه انا برحب فيكم في بيتي وبيتي في حلايا الاب هنا. طيب ان شاء الله برضو نشكرك جدا نشكرك جدا وان شاء الله سنلبي الدعوة.